صح عليكم للجميع، صح فطوركم. باش نرجعوا للجلسة الأخيرة، الحوار الأخير اللي باش يكون موضوعه حول النفايات بصفة عامة في المنطقة العربية، في مختلف الدول اللي تحدثتوا عليهم. أولا نقدم روحي، أنا زياد بوسن، زميل باحث بمؤسسة مبادرة السلاح العربي وموجود في تونس. الحوار هذايا باش يكون شيق وشرف كبير لي أني موجود في الجلسة مع ثلاثة سبيكرز، أنه عندهم خبرة كبيرة في المجال وعندهم تجارب يحكي لكم عليهم ثرية في مجال التصدي نوعا ما لمشكلة النفايات. المتدخلة الأولى معنا لين سراج، وهي أهلا. مستشارة بيئية في مجال التصرف في النفايات الصلبة، وشاركت في زوز مبادرات، الأولى اللي توا هي على رأسها كمديرة يلا ريتيرن، وباش تحكي لنا على البرودكت نتاع يلا ريتيرن. والمبادرة يعني في الماضي كانت بطريقة دورية شاركت في رسم خطط التصرف في النفايات لفائدة مختلف مشاريع صناعية وتحتية بالمنطقة العربية. المتدخل الثاني معنا محمد كمال، مرحبا، وهو مهندس في الصحة العامة وعنده خبرة مكتسبة في المجال التصرف النفايات الصلبة، وخاصة المتعلقة منها بالتلوث البلاستيك. ويترأس محمد منظمة جرينيش، وهي منظمة مهتمة بالتوعية البيئية بالتدريس أو التعليم والمناصرة في هذا المجال. وأخيرا المتدخلة من مصر نادين، مرحبا بك نادين، ناشطة وباحثة أحدثت Sustainable Network Egypt، وهي شبكة تضم جمعيات ومنظمات مع شركات اجتماعية وأفراد، الكل مهتمين بالتخفيض في استعمال واستهلاك البلاستيك في مصر. وأحدثت كذلك مبادرة مش تحكي لنا عليها من بعد في دهب، وهي إيكو دهب، وهي منظمة تعمل مع السلطات المحلية والجهوية بدهب لتعزيز التنمية المستدامة بجنوب سيناء. باش يكون الحوار متاعنا دونك على النفايات في علاقة بموضوع الندوة ككل، اللي هو الانتقال العادل. موضوع النفايات نصوركم تعرفوا، للي يعيش في دولة من أي دول العالم العربي وإلا زارها في الأشهر أو السنوات الأخيرة، هو مشكل كبير تواجه كل الشعوب وكل دول في المنطقة. مشكل متعلق باستدامة المنوال اللي يتبعوا فيه الدول الكل، مشكل متعلق يعني في مشكل النفايات متعلق بعديد النقاط اللي تعرضنا ليهم في النهارين هذم، من مشكل الاربنايزيشن يعني التوسع العمراني، الى مشكل التضخم السكاني، الى مشكل تحول منوال الاستهلاك، الى تحسن على الاقل الى حد كوفيد، التحسن في ظروف الحياة في كل المنطقة. كل هذا كان عنده تأثير ملموس وممكن تراوه زادة في الواقع متاعكم على كمية النفايات وعلى طبيعة النفايات الموجودة في المنطقة. باش نعطي الكلمة أولا محمد يرجع معانا على بعض المصطلحات، لأنه نراو أنه مهم نوعا ما في أنه نتفقوا على المصطلحات اللي باش نستعملوهم طيلة هذه الجلسة، لكن تنجموا بالطبيعة تعطيوا رأيكم على اللي باش يتقال الكل. ثم سنتطرق إلى 4 نقاط عن طريق أسئلة. الأول عنده علاقة بأصحاب القرار وبالسياسات بصفة عامة في علاقة بالنفايات في بعض الدول اللي المتدخلين يخدموا فيهم وإلا عليهم. النقطة الثانية باش تكون في علاقة بالنشطاء في مجال التصدي لظاهرة النفايات، وخاصة اللي قلنا عليهم البارح الكوميونيتيز اوف براكتس، يعني شبكات الممارسه في هذا المجال. ثالثا سنتطرق من بعضنا الى افضل الممارسات الموجوده في المنطقه على الاقل في الدول اللي عندنا موجودين هوني ممثلين، وانا بارونتيز صغيره باش نمثل زاده تونس في نفس الوقت في بعض الملاحظات. والنقطه الاخيره ستكون موجهه الى يعني التوصيات و
منوال البديل للي راو فيه ممارس اليوم في الدول هذوما. شكرا على المتابعة، نعرف هذه الجلسة الأخيرة وهذا بعد الغداء اللي هتولي جلسة صعيبة، لكن باش نحاولوا أقصى التقدير أنه تكون يعني مهمة لكم وتكون فيها معلومات لكم. للي موجودين في القاعة واللي موجودين في الزوم، تنجموا عندكم الفرصة بالطبيعة أنكم تطرحوا الأسئلة متاعكم والملاحظات متاعكم على البانل أو أسئلة عليهم بطريقة مباشرة. المداخلة الأولى ليك محمد. شكرا، شكرا جدا للدعوة، شكرا للمقدمة. في البداية بس لو البرزنتيشن حابين يعني في البداية نوفر لحضراتكم، برضو أنا هرجع خطوة لورا، أنا هتكلم بالعربي. في بعض المصطلحات في العربي في مصر مختلفة عن المصطلحات اللي ممكن تكون موجودة في دولة تانية، فمهم جدا ان احنا نحط السياق الواضح. احنا الديسكشن او النقاش بتاعنا هيبقى ماشي في اي اتجاه. في البداية مصطلح النفايات يستخدم في بعض الدول العربية، وهو اي شيء لشخص فيهوش قيمة بيتم التخلص منه. مصطلح مخلفات بيقوم بنفس الدور، ولكن في بعض الدول لو بصينا في مصر احنا عندنا مصطلح مخلفات ونفايات، مش عارف برضو اللي هيترجمها ازاي، بس المخلفات هو شيء لمحمد مفيش افاده ومفهوش اي قيمه، بس العمر ليه افاده وقيمه ممكن يعمله اعاده تدوير. النفايات هو شيء يجب التخلص منه. فلما نبص في التشريع عن المخلفات في مصر هنلاقي ان ده الفرق ما بين المصطلحين. القمامه والزباله هي مصطلحات عاميه بنستخدمها لما بنتكلم على اي شيء انا عايز اتخلص منه، حلو. فاحنا لما بنتكلم بشكل تكنيكال يعني في الموضوع دايما بنقول مصطلح مخلفات او نفايات. في القانون مثلا الاردني هنلاقي لا في اختلاف، او في العراق هنلاقي ان مثلا نفايات هو المصطلح الرئيسي، ما بنستخدمش كلمه مخلفات. حلو، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، عندنا منظوم او فكر التسلسل الهرمي لاداره المخلفات. ده هو بيبان ان هو حاجه بسيطه، ولكن هو اساس اداره المخلفات الصلبه. احنا عندنا مجال بحاله اسمه اداره المخلفات الصلبه، مبني على تسلسل هرمي. التسلسل الهرمي زي قدام حضراتكم دلوقتي بيبدا في البدايه ان انا بحاول اتجنب او اقلل من استهلاكي او توريد المخلفات. بعد كده ان انا احاول اعمل اعاده استخدام، يعني بدل ما يطلع من عندي مخلف يكون في اعاده استخدام بدل ما يكون مخلف. بعد كده عندي اعاده تدوير، وهو في نفس الوقت ماشي في تسلسل ايه الحاجه الاقل استدامه. انا عمال كل ما بنزل كل ما الموضوع فيه استدامه اقل. بعد اعاده التدوير بيبقى عندي الاسترجاع، او ان انا مثلا كمثال استخراج الطاقه من المخلفات. استرداد او استرجاع هو مصطلح بنستخدمه ان انا قدرت اطلع قيمه من المخلف من الماده اللي اتعمل منها المخلف. يعني انا مثلا لو كان عندي ورق، الورق بدل ما استخدمته كورق هو بقى طاقه. بعد كده عندي المعالجه. المعالجه هي مفروض انها ما بين خطوتين، وهي ما بين الترانسبورتيشن او التنقل للمخلفات نفسها والتخلص. المعالجه بتقلل التاثيرات السلبيه اللي ممكن تطلع من المخلف لما بيتم التخلص منه بشكل نهائي. وفي النهايه خالص انا عندي التخلص من المخلف. حلو، فده التسلسل الهرمي اللي احنا المفروض نبقى بنفكر فيه لما بنيجي نتعامل مع المخلفات. سهل ولكن تطبيقه مش سهل. طيب السلايد اللي بعدها، تمام. طيب الشكل اللي قدام حضراتكم دلوقتي هو يعني على ارض الواقع ايه هو اصلا التسلسل الهرمي، بيبقى شكله عامل ازاي. بنبدا في البدايه بيكون عندنا توليد المخلف. توليد المخلف ده ممكن يكون باشكال مختلفه. احنا بنتكلم دلوقتي في نطاق المخلفات الصلبه. المخلفات الصلبه في منها مخلفات خطره ومخلفات غير خطره. مخلفات احنا هنا هنتكلم بقى مخلفات غير خطره، لان المخلف الخطر يجب التخلص منه. ما فيش تحركات كتير، هو يا اما يكون مخلف خطر من مستشفى او من مصنع، القوانين كلها بتقول ان هو التخلص منه بشكل مباشر. ولكن المخلفات غير الخطره والمخلفات الصلبه الاخرى، منها مثلا المخلفات البلديه او المنزليه، بتبدا في البدايه ان بيكون في توليد للمخلف. دي اول خطوه. بعد توليد المخلف المخلف ده بيتم تجميعه، تمام. فانا عندي ترانسبورتيشن، او المخلف ده لازم يتحرك من نقطه ا لنقطه ب. نقطة ألف لنقطة ب بتعتمد على المكان اللي بيتم توليد المخلف فيه. فأنا ممكن يكون عندي تجميع المخلف بعديه، يا إما هيروح بشكل مباشر لمقلب أو مكب أو المدفن، أو هيروح لنقطة تجميع للمخلفات. هي نقطة تجميع مؤقتة بيتجمع فيها المخلف. في بعض الدول أو المفروض في المنظومة الصحيحة لإدارة المخلفات، الترانسفير ستيشن أو نقطة مؤقتة لتجميع المخلف هي بتستخدم لفرز
المخلفات وتفصلها عن بعض، وان انا اطلع المخلفات الممكن يعاد تدويرها، المخلفات الممكن يتعمل منها اعاده استخدام، واسيب في الاخر المخلف اللي انا ما اقدرش استفيد منه. وفي النهايه بيكون في تخلص للمدفن او المكب. ممكن طبعا في انتري بوينتس او نقط مداخله ممكن تتعمل، هي عند الترانسفير ستيشن او نقطه التحويل ممكن الاقي مخلفات يتعمل لها تسميد عضوي، ممكن مخلفات يعمل لها اعاده تدوير، ففي بعض النقط بيبقى مداخله في التسلسل الهرمي ده. طيب في السريع كده الفكره من ده، ان انا التسلسل الهرمي انا ببدا من ازاي اقدر اتجنب توليد المخلف وهو في بدايه رحله المخلف نفسه عند توليد المخلف. يعني انا كمستهلك اسال نفسي انا ازاي اقدر اتجنب المخلف، وفي النهايه خالص من الناحيه الثانيه في المكب هو بيفكر ازاي اقدر اعالج، ازاي اقدر اقلل كميه المخلفات اللي داخله عندي، ازاي اتعامل مع المقلب او المكب بشكل افضل. السلايد اللي بعدها، السلايد اللي بعدها هي اربع اسئله اساسيه بنسالها في منظومه دوره المخلفات الصلبه. الاسئله دي اسئله مبسطه جدا، والهدف منها انها تشرح قد ايه الموضوع سهل في اداره المخلفات الصلبه. اداره المخلفات الصلبه هو لو بنتكلم فيه كعلم او ك ك ك كسكتر يعني بنشتغل فيه، بيبان من بره ان هو مبني على داتا واحصائيات كتير وانه صعب متابعته او فهمه، ولكن في الحقيقه هو بنرجع في الاخر خالص، هو بمنتهى البساطه اداره المخلفات الصلبه هي تدفق او المخلفات من نقطه الف لنقطه ب. تمام، لو انا اقدر اخرط تحرك المخلف ده بيمشي ازاي واجمع عنه بيانات، فانا اداره المخلف ده تبقى سهله بالنسبه لي. الاربع اسئله الرئيسيه اللي انا بسالها، السؤال الاول هو مين هو اللي هجمع، اولا مين اللي بيولد المخلف، مين الشخص، هل هو منزل، هل هو مصنع، افهم نوعيه توليد المخلف ونمط استهلاك الموارد في المكان ده. بعد كده مين اللي عنده المسؤوليه في تجميع المخلف. تمام، في تجميع المخلف وفي نقل المخلف. انا في بعض الاماكن التجميع مش زي النقل، نقل المخلف ده التحرك من نقطه الف ل ب، ولكن تجميع المخلف ممكن فقط ان انا مين اللي هيودي المخلف من المنزل لنقطه التجميع اللي هي قريبه من المنزل. تمام، بعد كده بيكون عندي طيب انا دلوقتي في توليد، في تجميع، احنا عشان بس ما لخبطش، مين المسؤول عن التنقل اللي اتكلمنا عنها، في الاخر مين مسؤول عن التخلص. التخلص ده ممكن يكون اعاده تدوير، اعاده استخدام، ممكن يكون ان انا هوديه لمقلب او لمكب. دي الاربع اسئله الرئيسيه اللي بتبقى عندنا. بناء عليها بقى بنعمل الخطط المعقده والداتا والشيتس المختلفه والماتيريال فلو اناليسز اللي بتتعمل عشان نفهم اكتر منظومه دوره المخلفات الصلبه. اخر سلايد انا حابب بس احط ده كسياق عام للدسكشن بتاعنا. السلايد اللي بعدها ولا يهمك. اخر سلايد هي في مصطلح اسمه الانتجريتد سوليد ويست مانجمنت او الاداره المتكامله لاداره المخلفات الصلبه، وده مبني على حاجتين اساسيتين. اولا مبني على جزء ملموس فيزيكال وجزء اداري. حلو، عندنا ثلاث اجزاء، وهو برضو عشان اوضح ده مفهوم موجود بقاله فتره طويله ولكن تم دراسته بشكل قوي من بروفيسور ديفيد ويلسون في انجلترا على تقريبا من 2006 ل 2012، وخرج في الاخر باطار واضح ايه هي منظومه اداره المخلفات الصلبه اللي اقدر اقول عليها انها متكامله او انها انتجريتد، بتحط في اعتبارها كل اصحاب المصلحه وكل الحاجات المختلفه. بتبدا في البدايه ان انا يكون عندي اولا انا ليه بعمل اداره مخلفات صلبه بشكل رئيسي، قبل ما هو اصلا المخلف هو مصدر عبء علينا كمجتمع، ممكن من الريحه بتاعته او المشاكل البصريه اللي بنشوفها هو مصدر خطر على الصحه العامه. فانا في البدايه خالص انا محتاج اجمع المخلف عشان هو مصدر خطر على الصحه العامه. النقطه اللي بعدها ان المخلف ده يجب التخلص منه حفاظا على البيئه، البيئة اللي احنا عايشين فيها والبيئة اللي حوالينا حتى لو بعيدة عننا. حاجة الثالثة هي ان المخلف ده هو في الاخر في قيمة للمخلف، هو المخلف ده في يوم من الايام كان حاجة انا استخدمتها او استفدت منها. طيب انا لما بتخلص منه انا بخسر القيمة بتاعته، فكده لو انا بفكر بمنظومة الاقتصاد الدائري او السيركلر ايكونومي، فانا كده ما عنديش سيركلر ايكونومي، انا عندي اقتصاد مبني على انا بطلع موارد وبعد كده بتخلص منها. ففي الانتجريتد سوليد ويست مانجمنت انا المفروض بفكر برضو ازاي اللي هو الثري ارز اللي هو ريديوس ريوز ريسايكل، ازاي ادمجها في المنظومه نفسها. ولكن بس نقطه مهمه هنا في اداره المخلفات، مش باولويه التجميع والمعالجه والتخلص، هو بيجي بعدهم طبعا، ده قابل للنقاش، بس ده في مفهوم الانتجريتد سوليد ويست مانجمنت. طيب الجزء الثاني
مبني على ايه؟ الجزء الثاني مبني على الاداره، ودي عاده بتبقى مبنيه على الادارات المحليه او الادارات بشكل على شكل البلد نفسها بيبقى عامله ازاي، الاطار نفسه البلد ماشي عليه. اولا قد ايه الموضوع فيه دمج للمستهلك والمستخدم للخدمه، الخدمه اللي هي تجميع المخلف او التخلص منه، هل في دمج، هل في حاطين في وضوح ان مثلا لو بنتكلم في نطاق منطقه حضريه ومنطقه ريفيه ان الخدمات اللي هيحتاجوها مختلفه، نمط استهلاكهم مختلف، نوعيات المخلفات مختلفه ولا لا. النقطه الخامسه هي الاستدامه الماليه. طيب اكبر تحدي بيواجهه منظوم اداره المخلفات الصلبه في كل الدول العربيه هي عدم وجود استدامه ماليه. المودلز المختلفه اللي بنستخدمها مبنيه على احصائيات بتكون موجوده مثلا في 2000 او 2001 وانا لسه شغال عليهم في 2020، فانا اللي انا تخيلته هصرفه في 2001 انا ما طورتوش وما عنديش منظومه تطويره، فانا عندي ضعف في الموارد الماليه للمنظومه اداره المخلفات الصلبه. اخر حاجه هي ان انا يكون عندي تشريعات ولوائح واضحه لاداره المخلفات الصلبه، يمكن دي حاجه هنتكلم عليها اكتر، بس نقطه مهمه هنا احنا معظم الدول العربيه عندنا بعض التشريعات. لو بنتكلم في اخر كام سنه مصر الاردن طلعوا قوانين واضحه عن المخلفات الصلبه، ولكن لما نيجي نبص على اللوائح، اللوائح لسه محتاجه شغل كتير، لان اللوائح هي اللي هيبقى عليها بشكل واضح مين اللي عنده المسؤوليات، مطلوب منه ايه، يتخلص منها امتى الى اخره. دي المنظومه المتكامله. طيب المنظومه المتكامله دي عشان يتم تفعيلها بتبقى مبنية على ايه؟ مبنية على اول حاجة اللي احنا بنواجه فيها مشاكل كتير وهي البيانات، ان انا اجمع بيانات بشكل دائم. انا مش بجمع بيانات في بداية المنظومة، لا، انا البيانات دي يكون عندي منظومة تجميع بيانات دائمة مع التشغيل consistent، يعني طول الوقت بيكون في تجميع البيانات، لان ممكن يحصل تغييرات، ممكن مع التوصيل العمراني الكمية تزيد الكمية تقل، بيبقى على حسب الوضع الموجود في المنطقة المحلية. والحاجة الأخيرة هي ان يكون عندي يعني استخدم التجارب المختلفه اللي موجوده في دول مشابهه او في مناطق مشابهه عشان احسن من المنظومه اللي عندي. انا هقف هنا، بس دي كانت مقدمه سريعه عن يمكن مصطلحات رئيسيه. مهم جدا طبعا مصطلح الانتجريتد سوليد ويست مانجمنت او منظومه اداره المخلفات الصلبه الكامله او الكامله، لان احنا المصطلح ده بنستخدمه كتير ولكن حاليا تفعيله صعب، ويمكن بعض الامثله نستخدمها او دراسات الحاله هنحاول نسلط الضوء على امثله ممكن نقدر نوسعها او نستخدمها اكتر في الدول العربيه. طيب هقف هنا عشان ما اطولش اكتر عن كده. شكرا محمد، شكرا على كل المعطيات هذه. يعني كنت نيه من انه البانل ينطلق اولا يعني تعريف المصطلحات اللي باش يتم استخدامهم والمسار اللي تتابعه النفايات كما محمد كان يقول لكم توا. عديد المعطيات، جزء منها تقنيه، جزء منها يعني كونسبتوال. يعني نجيك لين على يعني مثال لبناني وحتى الأمثلة الأخرين اللي تعرفت عليهم في العمل متاعك وفي التجربة متاعك، هل أنه تحس أنه أصحاب القرار بصفة عامة في لبنان أو في دول أخرى يعني خدمت فيهم واعيين بعمق وتعاقد مسألة النفايات أو المخلفات؟ تسمح لي نستعمل كلمة نفايات لأنه هي الكلمة التقنية نستعملها في تونس. هل أنك تحسهم يعني واعيين بالقدر الكافي بعمق وتعاقد مسألة النفايات بصفة عامة؟ Sure. Hello everyone and thank you for the invite. مرحبا جميعا، شكرا على هذه الدعوة. بناء على ما كان يقوله محمد وعلى إدارة النفايات بشكل متكامل، السلطات هنا وفي المحافل القانونية يقولون إنهم يعرفون إن المشكلة موجودة، ولكن ما ينقصنا هو أولا المحفزات المالية للحكومة لكي تقوم الحكومة بتطبيق السياسات أو الاستراتيجيات الموجودة، وما ينقص أيضا هو الإرادة السياسية. نلاحظ هنا ونعرف كيف هو الوضع السياسي في البلد، نحن ما ينقصنا هو الإرادة السياسية لتطبيق هذه السياسات أو حتى الاستراتيجيات أو حتى التوصيات المرتبطة بكل سلسلة القيمة هذه التي كان محمد يتكلم عنها، سواء الأحرف الأرز الأر ثلاثة أو رفع الوعي أو غيرها من المكونات الأساسية من هذه السلسلة. انطلاقا من أعمالنا
على مشروع يلا ريتيرن وعلى مشاريع أخرى، لاحظنا أن هناك الكثير من البيروقراطية المرتبطة بالنظم القائمة. ونعود هنا مثلا إلى المبادرات الكثيرة والشركات الناشئة الكثيرة التي تعمل على موضوع حل مشكلة النفايات الصلبة في لبنان وحول العالم، ولكن في لبنان بشكل خاص لقد علقت هذه المبادرات بالبيروقراطية وأخرت تطبيق المشاريع، وهذا هو ما بعض الوقت هذا ما يؤخر إطلاق بعض المبادرات أو تنفيذ بعض المشاريع في بعض المناطق من البلد. إذن السياسات الاستراتيجيات للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة قد تكون موجودة، حتى أن وزير البيئة أعطانا الموافقة على الكثير من المشاريع، ولكن عندما يأتي الأمر للتطبيق وللتنفيذ نحن نعلق في المشاكل المالية أو في البيروقراطية أو غياب الإدارة عفوا الإرادة السياسية. شكرا. واضح على السؤال هذا عن النقطة هذه بالذات، لأنك ممكن تحكي لنا شوية على وعي أصحاب القرار وعلى رؤيتك لحوكمة قطاع النفايات. So when we start talking about policy change, in particular engaging with government, I ask myself, what have we done? عندما نتكلم عن الحوكمة أسأل نفسي دائما هل قمنا بكل ما يمكننا نحن القيام به أم لا؟ نحن في العالم العربي لم نقم بالكثير، لم نقم بشيء. نحن لا نفصل البلاستيك، لا نفرز البلاستيك. في القاهرة مثلا الزبالون يقومون بفرز البلاستيك، ومعظم المنازل المهتمة بدعم نوعا ما من أحداث تغيير سياسي أو سياساتي، نشطاء أو أشخاص تكلموا معي أسألهم هل تفرزون البلاستيك في المنزل؟ يقولون لا، ليس هناك من سياسة لذلك. هل على الأقل تستخدمون أو تعيدون استخدام الأكياس البلاستيكية؟ هل تمتنعون عن تلويث المواد العضوية بالمواد البلاستيكية؟ الإجابة هي غالبا لا. أنا أتكلم هنا عن مصر، هناك الكثير من الطرق للتعامل مع المخلفات العضوية لا سيما في المدن الكبرى، ويمكن مثلا إطعام هذه المخلفات العضوية للدجاج، للخراف، يمكن استخدام هذه المخلفات حتى كسماد عضوي في المنازل في الحدائق. إذن قبل أن نتكلم عن حوكمة فلنطرح سؤال على أنفسنا، ماذا فعلنا نحن لتحسين الوضع؟ فيما يتعلق بالانخراط بالعمل على المستوى المحلي، فيما يتعلق بإدارة النفايات يمكن أن نتكلم مع البلدية، مع المجلس البلدي أو المجلس المحلي. نقول مثلا نحن 20 شخص نقوم بفرز البلاستيك، ما تفعلون أنتم؟ نحن نعمل على وضع في مكان يصبحون فيه مجبرين على إجابة عن سؤالنا. وكما قال محمد هناك مشكلة بالتمويل، تمويل البرامج المرتبطة بالتدوير، إعادة التدوير. في دهب كان هناك الكثير من المبادرات التي أطلقها المحليون من دون أن ينفق الأطراف الحكوميون أي فلسا على القيام أو على تطبيق هكذا مبادرات أو حتى نقل المخلفات التي تم فرزها إلى القاهرة. نحن في بعض الأحيان نكون مستعدين للفرز محليا، ولكن الحكومة والسلطات الحكومية لا تكون حتى قادرة على تأمين النقل هذه المفروزات من مكان الإقامة إلى القاهرة أو إلى المركز. مجددا أنا هنا أتكلم عن الحوكمة على نطاق ضيق جدا على المستوى المحلي. على المستوى المحلي بدأنا نرسل مثال، نطلب من الحكومة أن تتبع مثالنا، نحن فعلنا هذا وهذا وهذا، نطلب منكم أن تساعدونا بهذا الجانب بالتحديد. نحن مثلا في بعض المناطق قد لا نتمتع حتى بنقاط فرز، نقل الأغراض المفروزة إلى القاهرة ليس مؤمنا حتى، وفي بعض الأحيان حتى يتم حرق بعض النفايات.
وهكذا ينتهي بنا الأمر ونحن نتنشق بسبب الحرب المفايات التي قمنا نحن بفرزها. وبالتالي أسهل علينا أن نذهب إلى المجتمعات المحلية أن نطلب من الأشخاص من الأسر أن تفرز وتترك المخلفات داخل منزلها وأن نعمل نحن على المستوى المحلي مع الحكومات المحلية على نقل هذه المخلفات من داخل المنازل إلى أماكن الفرز لئلا يتم حرقها. محمد يتمتع بتجربة أكبر مني على المستوى الوطني. ريمارك الأولى أنه فشل المبادرات يعني بصفة عامة في مصر وفي المنطقة العربية فيما يخص التصدي لمشكلة النفايات. طيب ممكن أبدأ بحاجة مهمة جدا بنسمعها كتير أو أنا سمعتها كتير يعني من طبيعة شغلي. طبعا أنا أحب أشرح برضو أن أنا بزور أماكن مقالب بقالب ومدافن مخلفات كتير بقعد فيها وقت كتير يعني وأنا بستمتع فيها بصراحة من كتر ما قضيت فيها وقت. ف يعني بدأت أتعايش مع الموضوع أفهمه أكتر. إحنا بنبص في نظرة بتتحط للمخلفات وإن المخلف ده ذهب ولكن إحنا مش بنستفيد منه. الحقيقة إن أي حد بيشتغل في مجال المخلفات بشكل دائم هيقول لك إن ده غلط. المنظور ده أصلاً هو سبب معظم المشاكل اللي عندنا ويمكن ده بقى الجدال الرئيسي اللي عندنا هنا أو الخلاف اللي موجود. أنا بشوف إن قبل ما يكون المخلفات أو النفايات ذهب أو مصدر إفادة للمجتمع هو في البداية يجب توفير خدمة أساسية لهذا المجتمع، لأن من حق المجتمع ده أنه هو يصحى من النوم ليش في زبالة حوالين البيت بتاعته أو مخلفات حوالين البيت بتاعته. بعد كده لما يكون عنده خدمة أساسية أبدأ أفكر أن المخلف ده ممكن يبقى ذهب أو ممكن أستفيد منه وأعمله إعادة تدوير. الفكرة الرئيسية هنا أن النفايات عبء، هي عبء على أي مجتمع في أي حتة في العالم، وغلط أن أنا أبدأ أبص على العبء ده أنا أستفيد منه إزاي في البداية. دي وجهة نظر، انا المفروض ابدا ابص على استفاده منه بعد ما كنت سهلت الموضوع على المجتمعات دي. مشكله لما ببدا اتدخل في البدايه خالص ان انا عايز اعمل مصنع اعاده تدوير، انا عايز اخش واعمل مصنع تسميد ار دي اف، كل الانترفنشنز دي ما بتحطش في الاعتبار المجتمع، ما بتحطش في الاعتبار التجميع التجميع والستورج، ما بتحطش في الاعتبار الحاجات الاساسيه اللي المفروض تكون في البدايه، بتحط في الاعتبار بس النهايه، ما بتفكرش في ايه توليد المخلف عامل ازاي والنمط بتاعه عامل ازاي، بتفكر بس انا مخلف هيجي لي وعايز استفيد منه. طيب نقطه سريعه على السؤال نفسه بقى. السؤال نفسه احنا دلوقتي معظم اظن معظم الدول العربيه عارفه كويس جدا لو بنتكلم على الحكومات المختلفه او على النطاق المحلي عارفين ان في مشاكل بنواجهها في اداره المخلفات الصلبه. نوعيه المشاكل بتختلف من مكان لمكان. ممكن لو يعني في مصر المشكلة احنا بنواجهها هو التوسع العمراني، والتوسع العمراني بيجي معاه استهلاك كمية أكبر من المخلفات، بيطلع من عندنا كميات أكبر من المخلفات وبنواجه تحديات في التعامل مع المخلفات دي. المناطق اللي بيتم التخلص منها في المخلفات بيبقى عليها عبء كبير جدا، فده عبء موجود. ولكن في نفس الوقت في مصر عندنا حاجة إيجابية جدا وهي القطاع الغير رسمي اللي بيقدر يشتغل إن هو يطلع قيمة من المخلفات اللي تم التخلص منها. الوضع مختلف جدا في مصر من المناطق الحضريه والمناطق الريفيه. طيب في دول عربيه ثانيه لو بتكلم مثلا في دوله زي العراق، انا في العراق مختلفه لان بعد الفتره اللي فاتت طبعا لما نرجع المنظومه المحليه اللي بتدير الخدمات المحليه اللي موجوده المخلفات بالنسبه لها بتكون عبء كبير. فعاده ودي حاجه ايجابيه موجوده عندنا في الدول العربيه، عندنا مساحات صحراء كبيره جدا فبنختار قطع في الصحراء وبنخلص فيها من المخلفات. في حاجة بسيطة جدا كنت جربت اعملها ان انا افتح جوجل ايرث من سنة 2010 وبص لسنة 2022 او كانت 2021 وقتها، وفي النقط اللي بيتم التخلص منها المخلفات عمالة بتكبر وبتكبر وبتكبر من اسود، عمال اسود ويكبر يكبر يكبر. والمشكلة الرئيسية ان هو مفيش تخطيط، هو في ان انا لقيت قطعة ارض انا هخلص من المخلفات هناك. فكبداية هو في ناس عندها يعني بدأت تبص ان احنا عندنا مشكلة في المخلفات وعايزين نتخلص منها. المشكله الرئيسيه لما بيبصوا للمشكله، انا اسف انا ما شرحتش ده كويس، الجاب اللي موجود لما بيقولوا ان احنا عندنا مشكله ان هم مش بيبصوا للمشكله دي انا ازاي احلها بشكل متكامل مع المجتمع، لا هو انا ازاي هطلع من المخلف ده القيمه اللي انا ممكن استفيد منها. وده طبعا بيتجنب او مش بيخلينا نبص على الحل او الحلول الرئيسيه اللي احنا محتاجين نوفرها للمجتمعات بتاعتنا. يمكن هقدر اوفر أمثلة أكتر ودراسات حالة مختلفة في الأسئلة اللي جاية. شكرا محمد. نظرة ممكن لمحة نجم نشارك بها في الأفكار اللي أعطيتهم على تونس أنه يعني قلة
اوكي يعني لمحه من المثال التونسي ذولي في البانل الفارت زميلتنا عايده تحدثت على الدراسه اللي يعني اديو فيها مع مبادره السلاح العربي والبارتنر بتاعنا انريش بول في تونس على الجرين هيدروجين. وفي اطار يعني الدراسه كان لنا يعني شرف ان تلاقينا مع وزارة الطاقة ومع مختلف وزارات أخرين على موضوع البيئة. ومن عاش كان عايدة قبيلة يعني ركزت على النقطة أنه مشكل في تونس ويظهر لي هذا موجود في دول أخرى أنه مشكلة البيئة ما يلتزم بها وألا ما يتحمل مسؤوليتها كان اللي عنده علاقة مباشرة بالبيئة في تونس هي وزارة البيئة. ولا دخل لوزارة التجهيز، لا دخل لوزارة النقل، لا دخل لوزارة الطاقة اللي خدمتها عليها عايدة. ويعني درجة الوعي لكل المسؤولين السياسيين والإداريين اللي ما عندهمش ملف البيئة بطريقة مباشرة ضعيف جدا في العلاقة بالمشكل هذا. نفس النقطة بالضبط تطبق على النفايات، يعني أنه اللي ما عندوش الملف مباشرة مسؤول على إدارة موضوع النفايات ولا تجميع النفايات لا اهتمام له بالموضوع بتاتا. مشكل نواجهه فيه ونحاوله يعني من خلال الدراسات، لكن لهذا نفس الواقع مثلا في مصر نسألك على لبنان مع بعض. It's a very similar situation. At least I'm going to talk about Sinai, where everyone. إحنا الوضع مشابه. الجميع يحاول غض النظر عن الموضوع، غض الطرف عن الموضوع، أو حتى إشاحة النظر إذا ما استطعنا القول. هناك مشكلة في إدارة النفايات، وهذه المشكلة مشكلة مثلاً هذه القبيلة البدوية. أتت شركة ألمانية حاولت حل الأزمة. وتحول الأمر إلى عمل مافيا إذا ما استطعنا القول. التكاليف، هل تم تغطيتها أم لا، هل تم تغطية تكاليف الفصل أو النقل في سيناء مثلا. يفكرون فقط في موضوع الجمع ولا يهتمون بباقي العناصر المكونة للسلسلة. مثلا ليس هناك من مستوعبات النفايات في المكان. لماذا؟ لأن الشركة المولج القيام بذلك لم تضع هذه المستوعبات. لماذا؟ لأنها لا ترغب في الدخول إلى أماكن لا يمكن للسيارات أن تصل إليها لكي تلم النفايات. الشركة المسؤولة عن لم النفايات لا تحصل على المال الكافي من قبل الحكومة لكي تقوم بهذه الخدمة. الشركة لم تضع مستوعبات للنفايات، وبالتالي ليس هناك مستوعبات للنفايات في المنطقة. وبالتالي عندما نذهب على الأرض نتكلم مع الأشخاص المسؤولين على الأرض يقولون لنا علينا العودة إلى الشركة المسؤولة عن الموضوع. وبالتالي كل شخص يرمي المسؤولية على الآخر حتى تصبح المشكلة مشكلة حيوية، وحتى تصبح شواطئنا مغطاة بمستوعبات البلاستيك أو بزجاجات البلاستيك. المشكلة مشكلتنا جميعا، ولكن لسوء الحظ نحن لا ندرك ذلك إلا عندما نصطدم بالواقع، إلا عندما يأتي السياح إلى البحر ويجدون أو الشواطئ ويجدون الشواطئ مملوءة بالمخلفات البلاستيكية. نحن قد يكون لدينا مشاريع ممتازة لرفع الوعي في أوساط المجتمع، ولكن ينبغي أيضا أن نفهم أن على الأفراد مسؤولية، ولكن أن على الحكومة مسؤولية. إن لم نكن منخرطين جميعا في العمل معا، وإن لم نعمل على كافة مكونات السلسلة لا يمكننا أن ننجح. علينا أن نفكر في أثر عملنا حتى على كل هذه السلسلة. أنا هنا أود أن أطرح السؤال، كم منكم يستخدم مثلا الأوراق أو مستوعبات الكرتون أو الموضوع هنا في الخارج لتناول القهوة بدلا من استخدام الزجاجات المصنوعة من الزجاج التي يمكن غسلها من دون أن نفكر ذلك؟ كم منا يستخدم هذه مثلا؟ نحن نستخدم هذه الحاجيات البلاستيكية الكرتونية ونرميها بعد ذلك، وقد لا نقوم بتدويرها بدلا من استخدام مثلا الزجاج لشرب القهوة وغسل الزجاجة بعد ذلك. تنفيذ إدارة المخلفات من جهة، والتشريع والمتابعة والإدارة من فوق من جهة مختلفة، فده بيعقد الأمور. فإحنا عندنا جهاز إدارة المخلفات الصلبة، هو بينفذش، هو بيتابع وبيعمل إدارة من فوق،
ولكن تنفيذ زيارة المخلفات المنظومة نفسها، مين اللي بيعمل تجميع وبيجمع وبيتخلص المخلفات؟ هي وزارة التنمية المحلية تحت كل الوحدات المحلية المختلفة. يمكن ده بيعقد الأمور شوية وبيخلي فعلا يكون في ديسكونكت ما بين أصحاب مصلحة ومين أصلا اللي عنده مسؤولية إدارة المخلفات الصلبة. وأرجع بس النقطة مهمة، وهي يعني لو طلبت من حضراتكم مثلا تفتحوا قوانين إدارة المخلفات الصلبة في الدول العربية. في مصر احنا عندنا قانون جديد، فالمسؤوليات واضحة، بس وده قانون مخلفات، فمن يعني هيبقى واضح جدا مين المسؤول عن ايه. نفس الشيء في الأردن وبعض الدول التانية موجود. لو رحنا لدول ما عندهاش تشريعات واضحة للمخلفات، صعب جدا انا لما ورا القانون اعرف مين الشخص اللي مسؤول عن المخلفات، مش مين اللي هيجمع، لا انا قصدي مين المسؤول لو في حاجه غلط حصلت او في تخلص او كب ملفات في مكان مش المفروض تخلص منه. جزء المسؤوليات مهم جدا في اداره المخلفات، مع الاسف دايما بيكون في التشريعات محطوط بشكل مش واضح، محطوط بشكل سياسي جدا، يعني عشان ما يكونش في مسؤوليه واضحه على شخص معين او جهه معينه. فدي نقطه الزياده اللي كنت عايز اضيفها. Actually, in Lebanon, it's the same as in Egypt. There are a lot. في لبنان الوضع مماثل مثل مصر. هناك الكثير من الأطراف المعنيين في إدارة النفايات، وزارات كثيرة، هناك بيروقراطية تكلمت عنها منذ قليل، هناك بيروقراطية واضحة في تطبيق هذه الخطط، سواء في الجمع، في الفرز، في التخلص، أو حتى في المعالجة. ونلاحظ الآن كما تعرفون جميعا أنتم تسيرون في شوارع بيروت، هناك نفايات أينما كان بسبب سوء إدارة هذه. وبالإضافة إلى تعدد الأطراف المسؤولين، هناك مشكلة أخرى، نحن نواجه أزمة مالية، الحكومة بالتالي لم تعد قادرة على دفع تكاليف الشركة التي تجمع النفايات. السيناريو مثل هنا للسيناريو التي كانت الناديين تتكلم عنه في مصر. أود أن نسلط الضوء هنا على مبادرات تساعد الحكومة، مبادرات تساهم في حل هذه الأزمة وتعمل على كافة مراحل من الجمع حتى التخلص. هناك أطراف تعمل ومنظمات تعمل على رفع الوعي حول موضوع الفرز، الجمع، المعالجة الخاصة بالنفايات، حتى المعالجة الأساسية، أو في بعض الأحيان حتى تصديرها إلى بلدان أخرى. وحتى هذه المنظمات وهذه الأطراف تساعد الحكومة على التعامل مع أزمة النفايات الصلبة وإدارة النفايات الصلبة. ثم يلزمنا للسؤال الثاني اللي كان مطروح عليكم. يس. النوع الأمثلة هذا يلزمنا للسؤال الثاني اللي كان مطروح عليكم، اللي هم المتدخلين في المجال هذا، يعني مش من منظور الحكومي والمؤسساتي، من منظور المجتمع المدني، المواطنين، ممكن الشركات أو القطاع الخاص بصفة عامة. شكون في الأمثلة ولا في التجارب متاعكم تراوه ولا ريتوه متدخل بطريقة إيجابية؟ وكيفاش ممكن نخلقوا المجموعات الممارسة اللي نحكي عليهم communities of practice حول جمع النفايات أو التصرف فيها إلى آخره؟ Going back to the point where these initiatives exist in the... هذه المبادرات موجودة في لبنان، هناك الكثير من المبادرات، الشركات الناشئة، المنظمات غير الحكومية، الأطراف الذين يعملون في هذا المجال، لكن ما ينقصنا هو التواصل بين هذه المجموعات لكي نتمكن من العمل بشكل متكامل، لكي نتمكن من وضع استراتيجية واحدة متكاملة لإدارة النفايات الصلبة. وهذا يهدف في نهاية المطاف إلى إحداث أثر على الوضع العام. هناك الكثير من المبادرات التي يمكننا أن نسلط الضوء عليها والتي تساعد كثيرا. دور مثلا كجزء من بيريتاك، لديهم منصة نظيرة، أيضا شاركنا في برنامج للطاقة النظيفة، وإذا ما تم اختيارنا سوف نعمل على إطلاق أول منصة للفرز في لبنان، أي نقوم بالربط بين الأشخاص الذين ينتجون البلاستيك ويستخدمونها بالأشخاص الذين يمكنهم أن يساعدوا على التخلص منها. كما قالت نادين، من المهم أن نعمل على تعزيز التواصل بين مختلف الأطراف العاملين على الأرض، هكذا يمكن أن نحد من تكاليف النقل
قد يكون هناك أشخاص يعيشون بجانب بعضهم البعض وهم لا يعرفون أنهم موجودون، ويمكنهم الاستفادة من خبرات بعضهم البعض ومن إنتاجهم أو من قدرتهم على التخلص من البلاستيك أو من مثلا أو من غيرها من النفايات. عشان أنا الرد بتاعي will feed into what Nadine will then further explain. طيب، هو لو هتكلم في مصر، وضع في مصر بيختلف شوية عن بعض الدول العربية، أو ممكن معظم الدول العربية في بعض المشابهات. لو هتكلم مثلا ما بين مصر ودول أفريقية كتير، لأن احنا عندنا في مصر قطاع غير رسمي كبير جدا، والقطاع الغير رسمي بيوظف أكتر 150 ل 200 ألف شخص بيشتغل فقط على تجميع واستفادة من المخلفات الصلبة. والقطاع الغير رسمي قطاع منظم مش قطاع عشوائي، يعني في بعض الدول العربيه مثلا في العراق برضو، عشان اشتغلت في العراق شويه فعرف ان في قطاع غير رسمي ولكن مش منظم بالشكل الموجود في مصر. في مصر احنا عندنا اربع جهات اصحاب مصلحه رئيسيه: القطاع الخاص، القطاع الحكومي او الوحدات المحليه، المؤسسات المجتمعيه او الجمعيات الخيريه اللي بتقدم خدمات للتجميع والتخلص من المخلفات على النطاق المحلي، وعندي القطاع الغير رسمي. طيب لو انا جيت اتكلم، يعني انا من اول ما بدات اشتغل بقاليش كتير بشتغل في مجال المخلفات يعني، بس بشتغل عليه بقالي 5 سنين. اكتر حاجه بسمعها يعني في الاوراق وفي الدوكيومنتس ستيك هولدر انجيجمنت، او التفاعل مع اصحاب مصلحه. مفيش اي تفاعل مع اصحاب مصلحه، يعني ده انا بسمع الكلمه دي كل الوقت، مفيش اي تفاعل مع اصحاب مصلحه. وانا مش بتكلم على نطاق حكومه، بتكلم على نطاق القطاع الخاص، نطاق اي نطاق، مفيش تفاعل مع اصحاب مصلحه. في كل الدول بيتم تخطي اصحاب المصلحه. مين هم اصحاب المصلحه؟ اللي بيولد المخلفات، اللي بيجمع القطاع الغير رسمي، القطاع الخاص، كل ده المفروض يكون جزء من التفاعل اللي بيحصل للتخطيط. يعني هنا بتكلم في البدايه خالص، يعني لو بتكلم في نطاق في توسيع عمراني هيتعمل، المفروض في تخطيط التوسيع العمراني يكون في دمج لاداره المخلفات الصلبه، وكل اصحاب المصلحه موجودين في التشاور. حلو، حاجه بسيطه جدا ولكن بيتنفذش لاسباب مختلفه. فعدم وجود اولا اليه، وعدم وجود فعليا اي تشاور مع اصحاب المصلحه او ستيك هولدر انجيجمنت، بيضعف من منظومه اداره المخلفات الصلبه. وده بيبني على النقطه اللي قالتها، وهي ما بيكونش في اي تفاعل كوميونيكيشن ما بين الجهات المختلفه. القطاع الغير رسمي شغال لوحده، الجمعيات الخيريه في مصر شغاله لوحدها، التجميع المحلي شغال لوحده، وده بيضعف المنظومه نفسها، وبيوصلنا ان احنا بيبقى عندنا كميه كبيره جدا من المخلفات اللي بيبقى فيها ميس مانجمنت او ليكج، او بيتم التخلص منها بشكل خاطئ، بتاثر بقى على البيئه وبيطلع منها حاجات سلبيه على البيئه اللي حوالينا. هاجي بقى للنقطه اللي نادين هتتكلم عليها اكتر، وهي المبادرات. فاحنا دلوقتي لو بنتكلم على التدخلات المجتمعيه، احنا كان عندنا جمعيات خيريه في مصر وما زالت موجوده على نطاق المناطق الريفيه، بتوفر مساعده للقطاع القطاع العام، يعني بتكلم على البوبليك سيكتور، لان هو عنده عبء المخلفات. فكان في جمعيات بتتعمل بتجمع المخلفات وبعد كده بتفضيها في نقط بيجمعها القطاع الرسمي. حلو، طيب دلوقتي بقى في مبادرات مختلفه بتحاول يا اما تساعد الجمعيات دي او تعمل الدور بتاعها، شركات او مبادرات، وفي نفس الوقت تدور على قيمه ممكن تطلعها من المخلفات. حلو، وتبص على دور المجتمع نفسه، ايه هو دورنا احنا كافراد في التعامل مع المخلفات. اخر نقطه هقولها، ان في لو هتكلم على مسؤوليات في الحقيقه، في لو بتكلم بشكل تقني في اداره المخلفات الصلبه، مسؤوليه الشخص اللي بينتج معانه مخلف فقط هو انه لما يجي يتخلص المخلف بتاعه يتخلص منه بشكل يكون فيه الاحتواء مظبوط، يعني الكونتينمنت مظبوطه. ولكن مش المفروض في البدايه ان يكون عليه مسؤوليه للفصل وانه يقلل لا، المسؤوليه دي بتكون على المنظومه نفسها. ولكن مع تدهور منظومه اداره المخلفات الصلبه وصلنا لمرحله ان لازم الشخص يبقى عنده مسؤوليه فرز المخلف وتقليل المخلف. كل الاشياء دي محطوطه علينا دلوقتي كمسؤوليات ما كانتش علينا قبل كده. حلو، وفي الحقيقه احنا لازم يكون علينا المسؤوليات دي، مش هيجي الحل مع الاسف، مش هيجي الحل من المنظومه نفسها، لازم الحل يكون بادي من عندنا ويبقى لينا دور كبير فيه، بالذات مع الزياده السكانيه اللي بنواجهها في بعض الدول العربيه. فانا هدي النقطه دلوقتي نادين، نحس اللي فما good reaction from there. Actually, محمد covered a lot of what I. غطى الكثير من المواضيع التي أردت أن أتكلم عنها. إذا ما كنا نتكلم عن أفضل الممارسات، أظن أنه غالباً ما ننسى أهمية العمل معاً
أو خلق مساحة آمنة يمكننا فيها أن نتعاون وأن نتواصل مع بعضنا البعض. هناك الكثير من المبادرات حكومية أو غير حكومية تعمل في المجتمعات عينها ولا تتواصل مع بعضها البعض. هناك بعض المنظمات غير حكومية، المنظمات المحلية، الجمعيات، الأطراف الذين يتم دعمهم من قبل بعض المحذيين، وكل هؤلاء لا يتكلمون مع بعضهم البعض أو لا يتواصلون مع بعضهم البعض، علما أنهم يعملون مع مجتمع عينه. SNE مثلا بدعم من آري، من مبادرة الإصلاح العربي، ونشكر آري لدعمنا في هذا المجال. هذه الشبكة تعمل على توفير مساحة تسمح للناس أن يعملوا مع بعضهم البعض، أن يستلهموا من أعمال بعضهم البعض، وأن يبنوا على خبرات بعضهم البعض سواء في مجال السياسات أو الخبرات العملية على الأرض. في هذا العام المنصرم طورنا مثلا قائمة مرجعية للتنظيفات التي ينبغي القيام به. من قبل لم يكن هناك من قائمة مرجعية أو تشيك ليست لهذه المنظمات حول ما يجب فعله، ما الذي قمنا به، ما الذي يمكن القيام به. مثلا لدينا مادة البلاستيك، ممتاز، ما الذي نفعله بالبلاستيك هذا؟ لم يكن أحد قد فكر بتطوير هذه القائمة المرجعية أو هذه التشيك ليست لمعرفة كيفية التخلص من هذه المواد. وهكذا بدنا نضع إرشادات، مثلا تذكروا أن تتفقدوا المكان، تذكروا أن تتواصلوا مع الشخص المعني لكي تعلموه بأنكم سوف تصلون إلى المكان، تذكروا أن تتواصلوا مع الناس المعنيين لكي تحرصوا على تأمين سلامة المكان قبل أخذ الناس إليه. إذن هناك تشيك ليست أو قائمة مرجعية تساعد جميع العاملين في هذا المجال على اتباع الخطوات خطوة بخطوة وعلى معرفة كل ما يجب القيام به. وحتى الأمور البسيطة كهذه مهمة جدا، وأظن أن هذا العمل لا يمكن أن ينبثق سوى من العاملين عمليا على الأرض. نحن في كل بلد قد لا نتمتع بالخبرة اللازمة وحدنا، ولكن إذا ما تواصلنا مع بعضنا البعض سوف نعرف أن هذه الخبرات متوفرة في مناطقنا. محمد لديه الكثير من المعلومات حول النفايات الصلبة وإدارة النفايات الصلبة، ولكنه منشغل بالقيام بعمل استشاري. أنا مثلا أشارك عمل محمد مع أشخاص آخرين، وكل واحد منا إذا ما قام بواجبه، إذا ما فكر بأهمية التواصل مع الآخرين، مشاركة المعلومات مع الآخرين سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك أو غيرها، بدلا من أن نجلس في أماكننا وننعي الوضع العام، علينا أن نعمل معا. أكرر التفاصيل نتاع الكوميونيتيز اوف براكتس، يعني ثلاثه اجابات اللي عطيتهم توا هذول قيمه جدا، لكن مربوطه فقط بكل دوله على حده، لانه تراو فما جدوى ومجال لانه لنربط بين المبادرات بين الدول في المنطقه، يعني بين النشطاء الجمعيات الى اخره. So I don't think we have the networks in country to actually have this discussion where we're. لا أظن أن هناك شبكة في كل بلد، لذلك نتكلم عن تعاون إقليمي. نحن لا نعي بما يكفي ديناميكيات القوة في كل منطقة وفي كل بلد. إذا ما كنت أتكلم عن مصر مثلاً، لا أعرف ما يحصل جنوب مصر. قبل أن أتكلم عن الوضع في لبنان أو في بيروت، وهو وضع قد يكون مشابه للقاهرة، أظن أن هناك أمور ينبغي أن نقوم بها نحن على الأرض، أن نقوم بواجبنا كفاعلين، كنشطاء، كمنظمات، أن نقوم بفرضنا لتعميق فهمنا بالواقع الحالي قبل أن ننتقل للبلدان الأخرى. نحن مثلا أطلقنا استبيانا لمدة عام مخصص للأشخاص العاملين في هذا المجال، سواء في مجال التنظيف أو في مجال الحد من الاستهداف الواحد للمعدات. هل مثلا هناك تواصل بما يكفي مع الحكومات؟ كيف يمكن أن نحد من استخدام البلاستيك، الأحادي الاستخدام؟ قد نعرف الإجابات عن هذه الأسئلة نحن شخصيا، ولكن هل نحن نتبادل وجهات النظر مع الآخرين لكي نفهم كيف هو الوضع أينما كان؟ حالما نبدأ بتبادل هذه المعلومات، عندما نبدأ بالتواصل مع الخبراء من كل بلد، حينها نطور مجتمع من الممارسة، نطور فهما مشتركا، ونبدأ بالعمل في إطار شبكات تعاونية.
ينبغي ألا نطور أفكارا نموذجية عن واقع الحال، ينبغي أن ننطلق من العمل على الأرض، تتبادل وجهات النظر والخبرات مع العاملين فعليا على الأرض قبل أن نطور مجتمع الممارسة. في دهب مثلا ليس لدينا فقط مشكلة نفايات، لدينا مشكلة مياه، مجاريف، لدينا مشكلة النفايات السامة، النفايات الخطيرة. نحن نعاني من الكثير من المشاكل على المستوى المحلي قبل أن ننتقل حتى إلى المستوى الوطني وقبل أن ننتقل إلى المستوى الإقليمي. ضعف قنوات التواصل نوعا ما داخل كل بلد يمنع أو يجب يكون أولوية قبل نحكي ونتحدث على شبكات إقليمية. من تجربة شخصية ممكن أقول نيوترال، يعني أنا هبقى في النص، مكاني في النص، لأن أنا بشوف أن في خبرات لازم نكتسبها قبل ما نبدأ نعمل أي حاجة، من الدول المختلفة، من تجارب مختلفة كل بلد مرت عليها. ولكن في حاجات داخل مصر نفسها من محافظة لمحافظة ومن مدينة أو من قرية لقرية نفس الحل ما بينطبق، مش هينفع تنفذه، فبيختلف بناء على الوضع الاجتماعي. وحاجة طبعا مع أسف كنت أنت قلته بصراحة نقطة مهمة جدا، أنه بيتم النظر للمخلفات أنها حاجة لوحدها أو في جهة لوحدها بتتعامل معاها، ولكن المخلفات هو بعد اجتماعي مهم جدا، أو البعد الاجتماعي هو الحاجة الرئيسية في المخلفات. أنا لازم أدرس المجتمع والثقافة بتاعت المجتمع نفسه قبل ما يكون عندي حل أو منظومة لإدارة المخلفات الصلبة. يعني في حال لو هنتكلم بصراحة، أنا كشخص بيشتغل في مجال المخلفات عندنا نقص في المعلومات وعندنا مشاكل كتير بنواجهها، ولكن لما ببدأ أشتغل مع السنين الخبرة بكتشف إن معظم البودرات دي اتعمل حاجات شبهها قبل كده، معظم التقارير دي اتعمل تقارير زيها قبل كده، ولكن مفيش نتورك او مفيش مكان واضح ان انا اجمع المعلومات دي او ان انا اوصل لحد اشتغل على الموضوع ده قبل كده. فدي حاجه بنفتقدها، ويمكن حتى قبل ما نشتغل على النطاق المحلي ممكن نفكر ازاي نخلق حاجه زي دي على شكل على المنطقه كلها. يمكن ده تحدي لسه بنواجهه في مصر يعني، ويمكن دي وجهه نظري. محتاجين نبدا نشوف طب احنا الايه اللي عندنا، احنا دايما بنقول احنا مفيش بيانات، طب ما هو يمكن عندنا حاجات كتير بس مش لاقيينها. ولو خلقنا آلية واضحة ان الناس تقدر تخش وتشارك في مبادرة او في تشارك او نتورك ما بين مؤسسات مختلفة او يعني ناشطين مختلفين بيشتغلوا على موضوع المخلفات في الدول العربية، ممكن ده يساعدنا بعد كده على النطاق المحلي. شكرا. لين، فيما يخص نفس السؤال يعني الكوميونيتيز اوف براكتس لكن على الصعيد الاقليمي في المنطقة العربية. Okay. I will start with Asad al-Iqlimi or on a national level and then I will take it back to Lebanon. سأتكلم عن الصعيد الإقليمي قبل أن أنتقل إلى لبنان، وسوف أكلمكم عن المنتج الذي أطلقناه في بيروت. على الصعيد الإقليمي قبل العمل مع النظيرة أنا كنت مستشارة في إدارة النفايات الصلبة، وأعجبني ما قالته نادين. الخبراء هنا موجودون، وأن يكون هناك مجتمع ممارسة في المنطقة مهم، ولكن ينبغي أن نبدأ بالعمل على تعزيز التواصل فيما بيننا. عندما كنت أعمل كمستشارة كنت أطور استراتيجيات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكما قال محمد الاستراتيجيات موجودة، دراسات موجودة، تقارير موجودة. هناك مثلا خطة عمل طورناها لمدينة كبرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتم تطوير على فرز النفايات وفصلها والتخلص منها. وعندما بدأت بالعمل عمليا على الأرض مع المجتمعات لاحظت أن استراتيجية لا تطبق كما هي. أنا كتبت الاستراتيجية نظريا ولكن هذه الاستراتيجية لا تطبق عمليا على الأرض، فلكل مجتمع خصائص خاصة به، ولكن يكون هناك مجتمع ممارسة في كل المنطقة نحن بحاجة إلى تبادل الخبرات والتجارب على المستوى الوطني قبل أن ننتقل إلى المستوى الإقليمي. الآن مثلا لدينا منتج سوف أتكلم عنه في الجلسة الأخيرة، لدينا 3 مراكز في بيروت واثنان مركزان خارج بيروت. بدأنا بالعمل داخل بيروت قبل أن ننتقل إلى خارج بيروت، وما لاحظناه في الأشهر الثلاثة الأولى مختلف عما لاحظناه في الشهرين الأخيرين، لا سيما في مناطق مثل بقاع وبعلبة. فالأشخاص ينظرون إلى النفايات بشكل مختلف، وقيمة النفايات مختلفة، وتوليد النفايات مختلف في كل منطقة حتى داخل لبنان. لذلك من المهم أن ندخل إلى كل منطقة بمنطقتها داخل البلد قبل أن ننتقل إلى التعاون الإقليمي، قبل أن نطور مجتمع ممارسة في الإقليم.
وإلا فسوف نعلق في الحلول النظرية، سوف نطور استراتيجيات تكون على الورق ممتازة ولكنها لا تعكس حاجات المجتمع أو لا ليست مكيفة تماما مع ما يمكن أن يقوم به المجتمع على الأرض. وهذا حتى قبل أن نتكلم عن الحكومة أو عن المنظمات الحكومية الأخرى، نحن جميعا بحاجة إلى فهم ما يحصل على الأرض قبل أن نجلس معا وقبل أن نطور خطة متكاملة لإدارة النفايات الصلبة. شكرا. ذكر النقطة الأخيرة اللي ذكرتها، يعني أنه وحتى نقطة نادين، يعني أنه الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الفئات اللي نطبقوا عليهم ولا نخدموا معهم السياسات، هذا نقطة مهمة، هو اللي برر أصلا أنه الجلسة هذه والحوار هذا يعني يصير في إطار الانتقال العادل. في التعريف الأول البارح يعني كان عن يعني بعض النقاط لتعريف الانتقال العادل، هو أخذ بعين الاعتبار خصوصيات الفئات، تشريكها يعني من ثقافتها من عاداتها في احداث تغيير في الواقع، وموش التوب داون ابروش وفرض سياسات جديدة. باش نمروا للنقطة الثالثة اللي هي على البيست براكتسز، لكن رسالة للقاعة وللزوم، يعني تفضلوا كنت تحبوا عندكم ملاحظات وأسئلة من توا، مش يكون فما تخصيص وقت في الأخير، من توا كنت تحبوا تشاركوا وتطرحوا أسئلة ولا تعطيوا يعني تجارب على دول ما تمش ذكرها هوني. نخو زوز ثلاثة أسئلة. أوكي تفضل. Riham Kanmut Rifai from ARI. I just have a couple of things that I was like thinking while you were talking about solid waste management. وأنتم تتكلمون عن إدارة النفايات الصلبة، لاحظت أن كل قطعة بلاستيكية تم إنتاجها ما زالت موجودة في مكان ما. هذا واقع، هذا واقع مخيف بالنسبة إلي. ونحن نتكلم اليوم عن دراسة الموضوع ومقاربة المجتمعات المحلية والتواصل معها. أنا أفكر في الوقت، هل نتمتع بالوقت اللازم لذلك؟ هل لدينا طرف الوقت؟ هل يمكن أن ننتظر حتى نجمع البيانات وتتوفر المعلومات قبل أن ننتقل إلى العمل الفعلي على الأرض؟ نحن قد نكون قد تأخرنا. نحن على ما أظن لم نعمل بما يكفي على رفع الوعي حول استخدام البلاستيك. حتى لو قمنا بتدوير البلاستيك، البلاستيك لن يختفي، ما زال موجودا هنا. هناك حتى إمكانية تلوث سواء على نطاق واسع أو على نطاق صغري من استخدام البلاستيك. ونحن نعرف أن ربما الناس بات لديهم في دمهم بعض المخلفات البلاستيكية بسبب الإفراط في استخدام العبوات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. بالعموم نحن نتكلم عن أمور مخيفة. في لبنان ليس لدينا مثلا قدرة على الوصول إلى مياه شرب نظيفة إلا إذا ما اشترينا الجالونات البلاستيكية الكبيرة من الشركات الخاصة. ونعود هنا إلى مشكلة البلاستيك، ومعظم الناس يجدون مثلا أن هذه العبوات البلاستيكية سهلة الحمل. كيف يمكن أن ندفع الوعي حول هذا الموضوع؟ نعم المقاربة من الأعلى إلى الأسفل لا تجدي نفعا. نعم أعرف أن ما يطبق في هولندا لا يطبق في سوريا، ممتاز، ولكن كيف نقوم بكل ذلك ونعمل من الأسفل إلى الأعلى بينما ينقصنا الوقت للقيام بذلك؟ So it's directly related to what Riham mentioned. I mean, who produces these plastics? مرتبط بما سبق وقالته زميلتنا. من ينتج البلاستيك؟ نعود إلى النقطة الأساسية. بعد تأميم شركات النفط لم يبقى لبعض الشركات سوى الاستثمار في البلاستيك. هذا مورد مهم لها. وحتى هناك ما يعرف بالبلاستيك وور أو هذه الحرب البلاستيكية. إذا ما رأيتم الفيديو على يوتيوب سوف تعرفون عما أتكلم عنه. هناك شركات نفط
حتى عملت على تطوير هذه الدعاية المرتبطة بالبلاستيك والتي مفادها أنه يمكن تدوير البلاستيك، ولكن هذا ليس صحيحا تماما. البلاستيك مادة بخسة الثمن، وما قالته صحيح، هناك جزيئات صغيرة من البلاستيك قد تجري في دمنا وتدمر النظم البيئية الموجودة. طبعا هناك شركات نفط كبيرة تقول إنها تطبق عملها لجانب المسؤولية الاجتماعية للشركة، ولكن هذا هو كله دعاية، هذا كله للإعلام، ولكن فعليا عمليا على الأرض هناك مشاكل كثيرة وعبوات وفجوات كثيرة. مجددا الأهم بالنسبة لهذه الشركات هو جني الأموال. المشاريع مثل حملة التنظيف التي تكلمت عنها نادين قد تجعل الشركات تبدو وكأنها تتحمل مسؤوليتها الاجتماعية، ولكن المشكلة لا تحل هكذا من جذورها. لذلك سؤالي هو، من أين يأتي هذا البلاستيك في مصر مثلا؟ أين يتم إنتاجه؟ من ينتجه؟ وما هي تكلفة هذا الإنتاج؟ شكرا. نعطيكم راوند ونشوفوا ثانية. مدام الله يعطيكم ألف عافية. وانا بس كمان بدي اعقب على اللي شاركته بخصوص ال نعم عفوا رنيم دياب عم مثل جمعيه مبادرات التنميه الاجتماعيه كمتطوعه معهم، واكثر الشباب وانكلوجن اوف وومن اند يوث بالبوليسي ميكينج بخصوص الانفايرمنت. بس كان عندي اول شيء تمني ثم سؤال، لانه قلت ان احنا في عنا lack of التخصصات بهذا المجال، بمجال solid waste management، فيمكن تمني على استاذ نديم انه اذا بيكون في inclusion of youth, structured inclusion of youth، يعني مثل هلا لو كان عنا نحن فريق من اليوث يلي عم بيمثلوا النيشن وشافوا هيدي الخبره، ممكن ينطلقوا ويصير عندهم رغبه انه يتخصصوا بهيدي المجالات، وفعلا نكون عم نشتغل نحن من مبدا اكاديمي وما الى هنالك. ممكن هيدي المبادره تكون عم تطلع. غير هيك عندي سؤال، ماذا بعد السياسات؟ نحن هلا عم نجتمع نعمل حوارات نتشارك الخبرات كلياتها، وصلنا بالايديلي وصلنا للستيت عملنا سياسات، بس ماذا بعدها؟ كيف تتطبق؟ هون اكثر يمكن انتم تجاربكم بالمناطق اللي عم تشتغلوا فيها، يعني مثلا بلبنان بالاخص بخصوص التوكسيك ويست مانجمنت، عندنا من سنه 2002 ل 2016 شغل على قوانين ممتازه، حيث عندنا 7 مديريات بوزاره البيئه ووزاره الصحه بتكون عم تشرف كمان، يلي هي من ضمنهم مثلا عندنا تكنولوجيا البيئه، بس ما بنلاقيهم عم بيشتغلوا. فلما نجي للسياسات يعني نحن عم نشتغل انه نوصل له، في سياسات ممتازه، بس التطبيق وين ودورنا نحن وين بيجي؟ كمان اذا عندكم خبره بهذا المجال. واخر هيك سؤال على السريع، يلي هي لما نحكي عن الحوكمه، قد ايه هيدي البروسس بتقوي او بتغذي مبدا ديسنتراليزيشن، خصوصي اذا بدي اخذها كمان على مبدا لبنان. وثانك يو سو ماتش. شكرا. مش نحتفظ على بالسؤال على ما بعد السياسات للسؤال الاخير، ونخليكم تجاوبوا على الاخرين. One last intervention from the room، وبعد ناخذ فما سؤال. Yeah, we're gonna go for another round. وفما سؤال على الزوم. Sorry. شكرا. Thank you very much. Just a couple of comments. I think تعليقات سريعة. ما قاله محمد عن البعد الاجتماعي مهم جدا. منذ عقود أشخاص كثر كانوا يعملون على التدوير، يستخدمون الأكياس البلاستيك أكثر من مرة، العبوات البلاستيكية أكثر من مرة، وهناك حتى أشخاص من الطبقات الاجتماعية الأدنى إذا بسطنا القول كانوا يهتمون بهذا الموضوع. ولكن الآن كما قالت نادين، باتت هذه موضة اليوم، باتت مكلفة، بات ينبغي أن ندفع بعض التكاليف لكي نتمكن من تكبد عناء أو تكبد تكلفة الفرز. والآن المشكلة ليست مرتبطة فقط بما إذا كان الناس يريدون التدوير، بل بالإمكانيات المتاحة لهم للتدوير والمواد المتوفرة لهم. بالعودة إلى ما قالته ريهام، البلاستيك
حياتك سوف يبقى هنا إلى الأبد. نعم، هناك كثير من المبادرات في بلدان كثيرة، مثلا في المملكة المتحدة هناك مبادرات تم فيها جمع الأكياس البلاستيكية، تذويبها وإنتاج الراديو أو حتى الحواسيب أو حتى أكواب القهوة. لدي مثلا كوب للقهوة مصنوع تماما من الأكياس البلاستيكية المذوبة التي تم فيها إعادة تصنيعها للأكواب. يمكن أن يكون هناك برامج تساهم في إعادة خلق قيمة من هذه المخلفات، لكن كيف يمكن دمج ذلك في استخدامنا اليومي، وكيف يمكن لذلك أن يكون في متناول الجميع، كيف يمكن للتكلفة أن تكون ميسورة، والحلول المحلية مهمة جدا، وهنا الشباب يلعبون دورا أساسيا. يمكن للشباب أن يساهموا عبر ابتكارات عبر أفكارهم الخلاقة. نعم هناك مشكلة ولكن هناك فرص متاحة، ويمكننا إيجاد الكثير من الحلول الانتقالية. السياسات قد تكون طويلة الأمد ولكن يمكن إيجاد حلول أسرع. فيما يتعلق بالعلاقة مع البيئة، وهذا رأيي الشخصي طبعا، العلاقة مع البيئة في البلدان العربية بشكل عام، نذهب إلى منازل الناس، نلاحظ كم أن البيوت نظيفة، الأندية نظيفة، أما الشوارع فهي قذرة، الشواطئ قذرة ملوثة، وكأن الشعوب العربية تعتبر أن الشاطئ ليس مثل البيت وأن الشارع ليس مثل البيت. هذا ما كانت تتكلم عنه نادين عندما أعطت مثال المنطقة القبلية التي اعتبرت أن هذه المسؤولية وليس مسؤولية الحكومة، ولكن في نهاية المطاف المسؤولية مسؤولية الجميع. ينبغي أن نغير طريقة تفكيرنا، أن نغير نظرتنا للموضوع للبيئة المحيطة بنا. فعلينا أن نفكر بشكل جديد، صديقتي، قيادتنا للسيارة، تنفسنا، قراءتنا، تصرفنا، هذا كل ما نقوم به في المنزل أو خارج المنزل يؤثر على حياتنا في المستقبل وعلى حياة المحيطين بنا. إذن غياب الوعي هذا سوف يؤثر بشكل سلبي جدا علينا جميعا، لا سيما في ظل غياب السياسات تفرض علينا احترام البيئة المحيطة بنا. وعلينا أن ننتظر فقط الحكومة، بل أن نبدأ نحن بإطلاق الحلول من داخل منازلنا. أردت أن أعلق على الفكرة التي كنت تقولينها، وهو أن هذه الجهود تبدأ مع كل فرد من الأفراد. طبعاً الحكومة موجودة ولا بد من أن يكون هناك المزيد من الاستراتيجيات والمزيد من النشاطات والأنشطة، وخصوصاً بوجود هذه المجموعات المختلفة التي لا تعمل على مشكلة النفايات الصلبة. إذن هذا فعلا يبدأ مع كل واحد منا. وفي نادرة، وأنا سوف إذن سوف أنهي هذه الجلسة بتعريفكم على ما نقوم به. نحن في نادرة نحاول أن نغير سلوك الناس، وفي خلال 5 أشهر تمكننا فعلا من أن نغير سلوك الناس، بحيث أنهم بدأوا ينظرون إلى هذه الأمور التي يمكن أن يقوموا بإعادة تدويرها على أساس أنها ذات قيمة. أي مثلا إذا ما شربت من قنينة الماء البلاستيكية فأنا لا أرميها فقط. عملنا مع هؤلاء الأشخاص كي نقول لهم بأن هذه القنينة لها قيمة، ونحن نعطيهم النقاط مقابل هذه المخلفات التي يتركونها، وهم يستخدمون هذه النقاط في السوبر ماركت أو في غيرها. بهذه الطريقة يتمكنون من التأكد ومن أن هذه القنانين لها فعلا قيمة، وأن كل شيء وكل واحدة من المخلفات لها قيمة. وبهذه الطريقة نغير سلوك الناس، وهذا الأمر يجب أن نعمل عليه بالتزامن وبالتماشي مع الاستراتيجيات الأخرى التي تعتمدها الحكومة. وأقول كل هذا لكي لا يغلبنا اليأس. وفعلا أنا أوافقك الرأي، علينا أن نبدأ نحن كأفراد بالانتباه وبالاهتمام ببيئاتنا من أجل أن نشكل مثالا أعلى للسلطات ولغيرها من المؤسسات القانونية والرسمية، بأننا نريد أن تكون شوارعنا مثل منازلنا نظيفة ومرتبة. وكذلك على التايم تيكينج about plastics. تمام، صيحة فزع نوعا ما على البلاستيك. طيب، هو أنا ممكن أبدأ أقول إن أنا الحاجة أو
التوبيك الوحيد اللي عملت فيه ابحاث هو البلاستيك. صوتي اعلى دلوقتي، بس انا اكسكيوز مي انا برضو هضطر اتكلم بانجليزي في الجزء ده، عشان بصراحه لو كلمته بالمصري العربي ممكن تفهمونيش، او انا مش هعرف حتى بعض المصطلحات. بس طيب، يعني the key thing or the today. اذا حتى الان الحل الذي توصلت اليه انا حتى اليوم، وهذا امر لا يمكن ان اؤكد عليه بشكل نهائي، فان نظرتي الى حل هذه الازمه، نحن مثلا في مصر نواجه العديد من الامور والعديد من المشاكل بسبب النفايات الصلبه، ولهذا تسد الكثير من القنوات المائيه وحتى قنوات الصرف الصحي، وكل ذلك بسبب المخلفات البلاستيكية التي تسدها. على هذا الأساس لا يمكن أن نعتمد مقاربة فردية، يجب أن نعتمد مقاربة متعددة الأنماط، والأمر الوحيد الذي نعمل عليه هو الاستراتيجيات. و الجزء الثاني الذي لابد أن نعمل عليه مع الاستراتيجية هو المسؤولية، مسؤولية المنتج ومسؤولية المستهلك. أما الجزء الاجتماعي فهو يصعب إدارته حتى أكثر من غيرها. لا أعرف كيف يمكن أن نغير هذا السلوك الاجتماعي، وأمل أن أتعرف على ذلك. ولكن الشق الثاني هو متعلق بأننا لن نحل شيئاً إذا لم نبدأ بالعمل الآن. ومن أجل أن نعمل الآن لابد أن نفهم المشكلة، ومن أجل أن نفهم المشكلة علينا أن نرسم الخريطة أو نرسم أبعادها، ونعرف من الذي يقوم بهذه الأمور وكيف يسبب هذه الأشياء وكل التفاصيل الأخرى، وهل هناك أي شيء آخر خفي لا نراه في ويمكن أن يساهم في حل هذه المشكلة. مثلا نحن في مصر لدينا قطاع صناعي بلاستيكي كبير جدا، وهو غير رسمي ولا يمكن السيطرة عليه، وقد حاولنا سابقا أن نعمل معهم، وهذا القطاع غير الرسمي وغير النظامي، لا ينوي حتى أن يصبح نظاميا أو شرعيا. على هذا الأساس يجب أن نرسم خريطة تدفق هذا البلاستيك، ويجب أن نعرف كيف يتم إدارة هذه البلاستيكيات، هل يتم رميها في مطامر، أو هل يتم حرقها أو غيره، أو هل يتم رميها في القنوات. في أستراليا مثلا تم حل هذه المشكلة عبر استخدام هذا البلاستيك في فتحات قنوات الري، و عبر وضع مشابك أو ما يشبه الغربال أو الشباك على فتحات قنوات الري. بهذه الطريقة يتم التقاط هذه البلاستيكيات، ولكن بالتوازي مع هذه الخطوات لابد من أن يتم وضع ابتكار حلول جديدة، لأننا يجب أن نعترف بأن البلاستيك هو من المواد المستدامة والمواد المرنة والمواد الرخيصة أيضا، رخيصة الثمن. وعلى هذا الأساس فإننا لا يمكننا أن نستغني عن البلاستيك. نحن نصرخ باستمرار، نحن نقوم بحرق الكثير من البلاستيك في الشرق الأوسط، ونقوم بالتخلص من الكثير من البلاستيك في الشرق الأوسط بطريقة غير جيدة، وهذا ما يولد مشاكل جديدة. سوف أبني على ما قلت، ونحن لدينا في البحر الأحمر ما يسمى السوبر كورلز، أي المرجان السوبر، ونحن طبعا نلاحظ أن السوبر كورلز أو المرجان السوبر لم تتم دراسته بشكل جيد، ولكن بسبب مشكلة النفايات والمخلفات في مصر فإن هذا المرجان يقتل شيئا فشيئا، وقد تغير لون هذا المرجان من ألوان براقة رائعة، وأصبح اليوم يميل إلى الرمادي، وهذا ما وصلنا إلى هذه المشكلة. والمشكلة الآن هي أن ما تبشر به أو ما تنذر به مشكلة البلاستيك هي مشكلة كبيرة. المشكلة هي أن البلاستيك هو مادة رخيصة، وهو يستخدم بشكل كبير في
المجتمعات الفقيرة لأنها يمكنها أن تستخدمه بعدة طرق ولكميات صغيرة، ولأن المجتمعات الفقيرة يمكنها أن تستخدم أو يمكنها أن تشتري كيسا بلاستيكية، ولكن لا يمكنها أن تستخدم تشتري علبا مستدامة. وقد لاحظنا أن الفقراء والبدو وغيرهم يستخدمون هذه البلاستيكيات مرة واثنين وثلاثة، وبهذه الطريقة تتم إطالة عمرها، ولكن بعد ذلك يصبح من الصعب جدا التخلص من البلاستيك بطريقة مناسبة. لقد راج شيء مؤخرا، وهو أن نحاول أن نجد بدائل للبلاستيك، ولكن المشكلة هي أن بدائل البلاستيك ليست رخيصة، ولم نجد بعد طريقة لنجعلها رخيصة أو ميسورة الكلفة. إحدى الطرق التي يمكن أن نستخدمها هي أن نقوم بإنشاء صندوق لتمويل هذه المبادرات، وأيضاً القيام بفرض مخالفات على التلوث، ويمكننا أيضا أن نقوم بمحاولة الحظ على استخدام الأكياس القماشية وغيرها بدلا من الأكياس البلاستيكية، بالإضافة إلى محاولة ترويج استخدام القنان الزجاجية وغيرها. في الواقع لو أردنا أن يغير هذا الأوتيل من سياساته، كان بإمكاننا نحن أن نعترض على طريقة تقديم المياه مثلاً، ونقول لهم لا نريد قنان بلاستيكية، نحن نريد موزعاً للماء، وهذا الموزع يرفق بأكواب زجاجية. لذلك فإن أحد الأمور التي سوف أوصي بها في هذه الغرفة هي أن نفهم فعلاً كم نستخدم من البلاستيك. لقد قضيت 6 أشهر وأنا أحصي ما أستخدمه من بلاستيك، حتى تمكنت من أن أفهم المدى والبعد الذي يتخذه استخدامي للبلاستيك. إذا كان هناك شيء يأتي في كيس بلاستيكي كبير، فبعد 6 أشهر ستجدون أن هذه الأكياس البلاستيكية سوف تملأ الغرفة لدرجة أنها لن تترك مساحة للناس. وجدت أن الأكياس البلاستيكية متناثرة وتملأ غرفتي فعلا، حتى إن أحدهم لا يمكن أن يجلس في الغرفة. حتى الأكواب التي نسميها الأكواب الكرتونية هي فيها بلاستيك، وكل شيء يدخل البلاستيك فيه، ونحن لا نقاوم أبداً، نحن لا نقوم أبداً بالمقاومة. وقد بدأت بعد ذلك، عندما بدأت أعارض المتاجر حولي، حاولوا أن يرضوني فأتوا لي بأكياس بلاستيكية أكثر سمكاً على أساس أنها يمكن إعادة استخدامها عدة مرات. بالإضافة إلى ذلك لابد من أن نشرك الأعمال مع ذلك، مع مبادراتنا، وأن نشرك الأنتربرنور أو رواد الأعمال أيضاً. بدأت بمحاولة التأثير على ابنة عمتي أو عمي، وكنت أقول لها عن مشكلتي وأنني أحاول أن أحارب انتشار البلاستيك. وعلى هذا الأساس فقد أتت بفكرة جديدة، بحيث أنها قامت بتحويل شكل كل شيء إلى أي صابون. إذن لا نزال نعمل على هذه الأفكار. لقد حولت ابنة عمي إلى الصابون، صابون الجسم وصابون الشعر وكل شيء، إلى على شكل جسم صلب بدلا من أن يكون سائلا وأن نضعه في البلاستيك. أعتقد أن هذه فكرة جيدة، ولا يزال أمامنا الكثير لنتعلمه لمحاربة البلاستيك. يعني الماكرو ليفل بالابتكار، مثلا الانوفيشن كنت تحكي عليه، الماكرو
والمايكرو انديفيدوال ليفل كذلك نعملوا راوند على البيست براكتسز رايت افتر انذر راوند اوف كويستشنز سو وي هاف نديم اند ليدي اند ذن اوكي كلوز اب وذ لا ثانك يو اول ام اكشلي ام غانا تراي تو ري بوليتيسايز ذا ديسكشن ا بيت جزيلا جميعا وانا ساعيد تاسيس هذا الموضوع بعد قليلا اكثر وليس فقط من وجهه نظري رواد الاعمال لانني اعتقد ان هذه الامور كلها مهمه ولكنني احاول ان اركز على فكره الانتقال العادل. اولا نحن هنا نتحدث عن اقتصاد اداره النفايات او المخلفات ولكن السؤال هو ما هي الكلفة علينا كمجتمع؟ من الذي يتحمل هذه الكلفة؟ من هي الشريحة من الناس التي ستتحمل هذه الكلفة؟ نحن في لبنان مثلا لدينا أكبر نسبة من الإصابة بأمراض السرطان والأمراض الخبيثة وتدل الدراسات وهي غير دقيقة 100% على أن أكثر هذه الإصابات موجودة حول حوض الليطاني وحوض الأنهار. وفي لبنان كنت أتذكر أذكر أن كلفة التخلص من النفايات في لبنان مكلفة أكثر من كلفتها في السويد. أعتقد أن ثمة أحد ما يستفيد من هذه المخلفات ومن إدارة هذه المخلفات ونحن لابد أن نلاحق هذا الموضوع وهذا موضوع يهمني للغاية بل إنه يغضبني وحتى إنني وصلت إلى فكرة أن نفاياتكم تقتلنا هي تقتل الناس في مجتمعنا وهذا هو هذه هي الرسالة التي لابد أن نحملها. أود أن أسمع أكثر عن إدارة النفايات الاقتصادية وأود أن أعرف أكثر عن الحلول المتعلقة بإدارة النفايات. لقد شاهدنا ما يشبه الانفجار للاستشارات المختلفة والأنجيوز وغيرها في الوزارات حتى أنك عندما تزور إحدى الوزارات في بلادنا تشعر أنك في إحدى الأنجيوز أو المنظمات غير الحكومية لكن لابد أن نتساءل هنا إلى أي أو كم تدفع السلطات الحكومية من المال على التخلص من النفايات وإدارة النفايات. ليس لدينا ما يكفي من البيانات ولكن ما هي وأيضا ثمة الكثير من الأموال التي صرفت على الدراسات. من الذي يقرأ هذه الدراسات؟ من الذي يدفع الأموال؟ وكم تدفع من الأموال؟ وثمة الكثير من الدراسات الجيدة ولكن لا أحد يتحمل المسؤولية ولا أحد يسائل ولا أحد يعاقب. وعلى هذا الأساس لابد أن نسأل من الذي يدفع؟ من الذي لا يدفع في اقتصاد إدارة النفايات هذا؟ إذن لنعود إلى ما قالته ريهام. أعتقد أن أتساءل إذا كان بإمكاننا أن نكون راديكاليين أكثر بالنسبة للنفايات. في ثمة بضع دول في أفريقيا منعت بكل بساطة استخدام البلاستيك مثل رواندا وكينيا وغينا وغيرها. إذا ما وصلت إلى رواندا سوف يبدأ الأمن العام بتفتيشك في المطار وستظن أنك مشتبه به بالمخدرات ولكن كلا هم يبحثون عن البلاستيك. وأنا كنت قد ذهبت إلى رواندا ومثل أي لبناني جيد وضعت حذائي في كيس بلاستيكي وهذا هو ما منعت من إدخاله إلى البلاد. وهنا لابد دائما أن نعيد هذه الأسئلة على أنفسنا. من الذي ينتج البلاستيك؟ ثمة الكثير من الدول التي قاومت البلاستيك. لابد من أن نسأل الأسئلة المهمة. ربما يجب أن نوزع المزيد من الأكياس القماشية. ما الذي يمنعنا من أن نعلي سقف طموحاتنا ونقول فلنمنع البلاستيك فلنمنع الأكياس البلاستيكية؟ لقد عاشت جدتي حياة مديدة وسعيدة من دون أكياس بلاستيكية
استمرت حياتها بشكل جيد. لذلك أعتقد أن بإمكاننا أن نفكر في حلول أكثر راديكالية، وتم الكثير من العمل الذي يمكن أن نقوم به، وحتى لو لم تتعاون معنا الحكومة المركزية يمكننا أن نتعاون مع غيرها من المنظمات المختلفة التي تعنى بهذه المسائل. ربما يمكننا أن يكون حدود طموحنا هو السماء. إذا تم كلفة في لبنان في السوبر ماركت، يعطونك كيسين وتضع كيسا داخل كيس. أما في فرنسا مثلا يجعلونك تدفع مقابل الكيس الذي تأخذه، وعلى هذا الأساس فأنني أصبحت مثلا لا أنسى كيس القماش الذي أحمله لأنني لا أريد أن أدفع المزيد من الأموال. نحن في بلاد فيها حركة اجتماعية ناشطة، وقمنا بحركات كبيرة مناهضة لكيفية إدارة النفايات، والأمر سيئ بالنسبة لتونس وللمغرب، لا أدري بالنسبة لمصر، ولكن يبدو أن المشكلة كبيرة. على أي حال، وأنا أعتقد أن علينا أن نعيد التفكير في مسألة إدارة النفايات. ثمت حلول، وثمت حلول تقنية ولابد من دراستها ربما بشكل أفضل وتكييفها، ولكن لأعود إلى النقطة الأساسية، علينا أن نعيد تسييس هذه القضية، وبهذه الطريقة نطالب بها بشكل أفضل. ومحمد، أنت تعمل في مجال الصحة العامة، نحن فعلا في بلاد تعاني من مسائل صحة عامة بشكل كبير، ولكن هذه الحركات الاجتماعية قد خفت وهجها، مع أن السلطة لم تخف وترتعد فرائصها إلا عندما بدأت الحركات الاجتماعية بالتحرك بشكل جدي، عندها كتمت أصواتها. شكرا على النقاش المهم والمعلومات القيمة. Thank you so much for the discussion. مرة وسابقة تركت أطنان من المخلفات الحربية اللي تشكل خطر على الصحة العامة وتلوث البيئة. سؤالي إلى المتحدثين، ماذا عن السياسات الوطنية لإدارة والتخلص من هذه المخلفات؟ هل هي موجودة؟ وخاصة إذا عرفنا أنه معظم الجهد المتروك للتخلص من هذه المخلفات هو متروك للمنظمات الدولية أو الشركات الأجنبية الربحية. شكراً. وأعتقد سرمد عندك تعليق. نعم، لأنه حكي على العراق وحكي على النفايات في العراق، لكن هناك أيضا مخلفات في العراق مثل ما ذكرت مها، لكن أيضا هم هو موضوع صار نوعا ما سياسي، هاي موضوع المخلفات بسبب أنه أكو المقابر الجماعية تحت هاي المخلفات، فمن يصير أكو يعني خلينا نقول عملية إن التخلص من هاي المخلفات راح تطلع حقائق الجينات وتطلع عدد الضحايا وترتفع وتطلع قضايا التروث فايندينج، يعني يخلي بيسكلي يعني يكون هذا الموضوع، فأكو مخاوف على هذا الموضوع. فما أدري يعني أنت إذا شغلك بالعراق مشتغل على هذا الموضوع أو سمعت بها أو عندك في اطلاع عليها، كل مشكور إذا سمعنا الشيء هذا. شكرا. آخر مداخلة. سلام. بالنسبة للموضوع خاصة البلاستيك، معناتها لابد من دمج الأزمة البيئية مع الأزمة الاجتماعية. اليوم مثلا يمكن نلقاو صحيح نلقاو حلول على المدى المتوسط والقصير، حلول عاجلة، مثلا الجماعات المحلية ما يسمى بالبلديات، ما نعرفش في مصر يسمي، في تونس نحن فما بلديات مبادرات مواطنية. أنا جيت لك اللي سميهم مملي البربيش، اي المجمعين البلاستيك من النفايات، واعطاتهم موتوسيكل واعطاتهم لبسه ودخلتهم وهيكلتهم، مش هما دخلهم في المنظومه الاجتماعيه. خطر اليوم دوسي البلاستيك، وانا لهنا باش نحكي خاصه فيما بعد، ما نحبش انه البلاستيك ازمه البلاستيك يتم استغلالها براس مال، وانا عندي خبره في الشيء هذا. علاش؟ خطر في 2008 في تونس حبيت نعمل مشروع نتاع لي ساك بيودي بايدوغير
باكيج بيوديغرادابل اللي ساك بيوديغرادابل، واتصلت حتى بشركه ايطاليه نوفامونت هذيا تصنع في البلاستيك من لاميدون من ماده النشا، فهمت؟ جاء وحكينا، لكن فيما بعد خممت معناتها عبيد في افريقيا في المجاعه ما عندهاش ما تاكل، ونحن دبوزه بلاستيك باش نعملوها من البطاطا، معناتها اغزر راس مال وين وصل. اليوم لازمنا نخمو، صحيح فما ازمه بيئيه وازمه البلاستيك وكل، ولكن مش على خطر راس مال. اليوم اللي حكى على افريقيا وفرنسا مثلا، ناخذ مثال فرنسا، فرنسا من عندهم سنوات الغاو البلاستيك، لكن اللي صالح لساك بيوديغرادابل، لصالح الساك هذا، والساك هذه منين تتعمل؟ مزارع كامله في ايطاليا وفي فرنسا من اجل نتاع البطاطا وغيرها من المواد كما البيوديزيل وكل، مهمتها انها تصنع البلاستيك في عالم فيه قرابه اكثر من 300 مليون جائع. معناتها هذايا لازمناش نمشيو زادة للحلول، الحلول اللي تحب المنظومه الرأسماليه العالميه تحب توجهنا للحلول هذه. اليوم نمنع البلاستيك في تونس علاش؟ لانه هناك لوبيات، فما عائلات تحب تجيب اللي ساك بيوديغرادابل، ونعرفوهم بالاسم، وكان باش يتعدى في مجلس النواب القانون هذا وتلغى. وشكرا. شكرا. Yeah, thanks, Ziad. So actually, my comment is very much in line with Nadim Houri's, because I mean, it's very obvious when we're speaking about how to manage the waste after it's disposed in the big scheme of things, it's very clear. We need. أنا رأيي يتوافق مع نديم حوري. طبعا عندما ننظر في طرق التخلص من النفايات لابد من أن ننظر في كل جزء وكل مرحلة منها، ولكن عندما ننظر إلى السلوك الإنساني وعندما ننظر إلى كيفية استهلاكنا وكيفية تخلصنا من النفايات، أعتقد أن تفكيري أكثر تطورا قليلا، لأنني أعتقد أن هذا السلوك لا يمكن، أي السلوك الإنساني لا يمكن أن يتغير بالاعتماد على النية الطيبة للناس أو حتى على الأخلاقيات. نحن يمكننا أن نحتشد وأن نتحرك كمجموعة صغيرة من الأشخاص، ولكن لا يمكننا أن نحرك كل الناس معنا. كيف يمكننا أن نستخدم القانون من أجل أن نفرض هذا الواقع الجديد؟ وكيف يمكننا أن نستخدم الضرائب من خلال فرض الضرائب أو بالعكس التخفيض من الضرائب في حالات لتحسين إدارة النفايات؟ وإذا كنا لا نقوم بالخطوات اللازمة، فلا أعتقد أن أي تغير سوف نشهده على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي. شكرا. أي تعليق آخر؟ لأن الوقت ضيق الآن. التجربة نتاعك والخبرة نتاعك. I'm actually not going to touch on the economy of waste. I think that's more Muhammad's space. أنا لن أتحدث عن اقتصاد النفايات لأن هذا مجال محمد وأنا لن أخلفه رأيي، ولكنني أريد أن أتحدث عن المساءلة، وسأتحدث عن المساءلة لأننا جئنا إلى هنا من أجل التحدث عن الانتقال العادل، ولكننا لا نريد أن نقوم بأي جهد. لذلك أريدكم أن تحملوا أنفسكم المسؤولية وأن تكونوا أنتم مسؤولين. مثلا نحن في دهب، عندما أتحدث إلى أحد صانعي السياسات وأقول لهم أنه للأسف ولحسن الحظ من أجل تخفيف النفايات البلاستيكية لدينا أحد المداخل في دهب التي يفترض أن تدخل منها النفايات البلاستيكية وغيرها في سيناء مدخل آخر لغيرها من النفايات، وإن المجتمع في دهب قد بدأوا وهم الذين بادروا إلى منع البلاستيك. إذا لقي بالأول في البداية هذا الأمر كثيرا من التساؤل والاستغراب، ولكننا عملنا أكثر على هذا الموضوع لكي نتأكد من أن هذا الأمر سوف ينجح وأن هذا الحظر سوف يطبق. وعلى هذا الأساس بدأنا مؤسسة، وأنا ساعدت أحدهم في بدء هذه المؤسسة وإنشائها من أجل تأمين بدائل البلاستيك لسيناء. أنا
في بعض الأحيان كانت البدائل هي عبارة عن بدائل للاستخدام الواحد، ولكنها أرخص من البدائل التي تستخدم عدة مرات، وهي وسعرها أقل، إذن وسعرها أكثر، ولكن المشكلة هي أن سعرها يزيد عن سعر البلاستيك المتعدد الاستعمالات من 15 مرة إلى أكثر 150 مرة. إذن نحن ليس لدينا الآن طريقة لكي نعرف من خلال أبحاث أو غيرها عن كيفية استخدام البلاستيك في السوبر ماركت، أو أين ينتهي الأمر بالبلاستيك في الواقع. وبسبب افتقارنا إلى الدعم القانوني لأي نوع من المخالفات أو الرسوم التي تفرض على صانعي البلاستيك، فإننا لم نتمكن حتى من أن ندين بعض المخالفين في المحكمة. كل ما في مصر، كل ما الأمر يقتصر في مصر على مخالفة قيمتها 10,000 جنيه مصري، وهي تدين الملوثين بشكل عام. وهنا سأقول شيئا، إذا ما تمكنت من أن أدفع مجموعة كبيرة من الناس إلى أن تدعم مسألة مثل هذه، فيمكن أن تصبح المسألة مسألة سياسية. ولكن قبل ذلك لابد من أن يكون لدينا شريك نعمل معه، وهؤلاء الشركاء يفترض أن يكونوا في الوزارات. ولكن المشكلة التي نواجهها في كثير من الأحيان هو أن شركائنا الذين نعمل معهم ليس لدينا طريقة لمساءلتهم، أو يفتقرون إلى طرق المساءلة للجنات سوف أسميهم. نحن عندما نتحدث عن هذه الأمور لابد من أن نرسم خريطة هذه المشكلة، ونعرف ما هي طريقة المناصرة الأفضل. يجب أن نعرف ما هي نقطة الدخول، ويجب أن نعرف من هم الأشخاص المسؤولون عن هذا الموضوع وأين هم. وأنا لا أدري من هو مسؤول عن هذه الأمور، ويصعب كثيرا أن نجد المنتجين الصغار، لأنهم عادة غير النظاميين، لأنهم عادة ما يكونون تحت السلم أي تحت الدرج أو وفي الغرف المعتمة والصغيرة، وهذا هو ما يصعب من عملية المساءلة. لذلك لا بد من أن نقوم بمحاولة المساءلة، ولكن قبل كل ذلك علينا أن نعرف من الذي يقوم بإنتاج هذا البلاستيك للاستعمال الواحد، وكيف يمكن أن نخفف من استخدامه. Radicality في مواجهة المشكل. Okay, so I actually believe that reform can be radical. أنا أعتقد أن مسألة الراديكالية هي الهدف وليست نقطة البداية. أنا لست ثورية، أنا إصلاحية، ولكنني أعتقد أننا من دون التغيير الراديكالي فليس بإمكاننا أن نعالج المسألة. يمكن أن تكون هذه رؤيتنا، ولهذا السبب أن انتقلت إلى هذا الملتقى أو هذا المركز، لأنني أعتقد أن علينا أن نمارس ضغوطاً إضافية. أنا أعرف أن مسألة أن هذا الأمر هو أن هذه إذن المسألة مسألة طويلة وصعبة، ولا بد من أن نبدأ في وأنها مشوار الألف ميل، ولكن لا بد أن نبدأ بالخطوة الأولى. وعلى هذا الأساس فإن فكرة تسييسها أو زيادة الطابع السياسي لها هي يعتمد على حساسية الأشخاص المتقلقين لها. في مصر
الأمر إذن ثمة فرق مختلف جدا بين مصر ولبنان مثلا لأن الجو السياسي مختلف بين الدولتين وإذا ما حولت هذه القضية إلى قضية سياسية فيمكن أن لا تنجح فإن السياسة أو الاستراتيجية التي تعتمدها في لبنان قد لا تنجح في مصر والعكس صحيح والأمر سيئان بالنسبة للمغرب وتونس اقتصاد البلاستيك بصفة عامة مين استفاد وممكن ربط زادة كان في بعض الأسئلة ما فكرهم ربط سؤال آخر في نفس المجال كيفاش نجم نتجنبوا احتكار ولا تسييس المسألة من طرف ولا احتكار المسألة من طرف رؤوس الأموال بصفة عامة. طيب I'm gonna apologize again I'm gonna speak in English I also have to disclose I have to be very careful in what I say especially if I speak in the context of Egypt there are I want to مجددا أعتذر عن حاجتي بلغتي الإنجليزية ولكن هذا الأمر أسهل بالنسبة لي سوف أبدأ بالسؤال الأول وأجيب عنه في المغرب فإن الأمر الأساسي هو الألغام غير المنفجرة مثلا الألغام غير المنفجرة نأتي بأحد الأشخاص من الجيش ويقوم بإزالة هذه الألغام ماذا نفعل إذا كانت مفجرة يجب أن إذا كانت غير مفجرة يجب أن نتخلص منها بطريقة مختلفة عما إذا كانت منفجرة عادة ما يقوم الجيش حاليا برمي هذه الألغام في الصحراء أو في أماكن بعيدة للغاية إنه أمر غير مستدام ولكنه يجنب الجميع كارثة كبيرة في العراق مثلا ليس ثمة فصل بين إذن عندما بدأنا نتحدث عن العراق وليس عن المغرب بأي حال في العراق ليس هناك فصل بين ليس هناك أي فصل بين النفايات مثلا النفايات الطبية تختلط مع النفايات غير الطبية والنفايات الخطرة مع النفايات غير الخطرة أما في غيرها من الدول وخصوصا في العراق والسبب يعود إلى أن الناس أن السلطات ليست قادرة على تأمين التمويل اللازم لفصل النفايات المشكلة هي أن النفايات ومخلفات الحرب هي أمر صعب للغاية وشائك للغاية وعادة ما يقوم الجيش بالتعامل معها والجيش لا يهمه الاستدامة وآخر ما يهمه هو البيئة أيضا لذلك فإن هذه أفضل طريقة ولذلك فإن أفضل طريقة للتعامل مع هذه المسألة هي بنقلها إلى المستوى السياسي وأنا هنا لست في موقع ألوم فيه الحكومات التي تعاني من هذه المشاكل ولكن اقتصاد النفايات واقتصاد البلاستيك هو أمر معقد وشائك ومن خلال دراساتي ما فهمته حتى الآن هو أن بعض الدول يكون فيها تنقل الأموال غامضا وعندما نتحدث عن النفايات فالأمر سيئا وبسبب عدم إدماج إدارة النفايات الصلبة بالخطط الأساسية وعلى هذا الأساس فإن النفايات الصلبة تختلط بالنفايات الأخرى وتصبح مشكلة كبيرة في الأماكن الحضرية وهذا من الأمور الصعبة وإذا ما نظرت إلى منطقة الشرق الأوسط فإن دول الخليج أمامها تحدي كبير هو الأرض حاليا ما عدا السعودية أما إذا نظرت إلى قطر إلى الكويت إلى المملكة العربية المتحدة كل هذه الدول تعاني مشكلة مع المساحات
ومع تطور السنوات فقد تطورت طريقة هذه الدول في التصرف وفي إدارة نفاياتها. مثلا في الكويت لديهم منطقة توازي 10 أضعاف ملعب الفوتبول أو كرة القدم، وهي مليئة بالإطارات والتي تأتي حتى من مناطق قريبة. هذه المساحات المستخدمة كمطامر ومكبات تعتبر خسارة كبيرة للمساحة، خصوصا بالنسبة لدولة صغيرة كالكويت. أما في مصر فالأمر مختلف، لأن مصر ذات مساحات شاسعة ويمكن رمي أي شيء في الصحراء. بالنسبة للعراق والأردن هذا الأمر يشكل تحديا، أما في مصر فإن المسألة الأساسية التي نعاني منها هي مسألة النفايات، أصبحت مسألة سياسية. لقد أصبحت مسألة سياسية، ومجددا الأمور معقدة وهي تختلف من سياق إلى آخر. في مصر إنها مسألة اجتماعية أيضا، وقبل أن نحل المسألة الاجتماعية فلن تجدي نفعا أي معالجة تقنية. على هذا الأساس عندما تزداد الضغوطات الاجتماعية فلابد أن تزيد من حجم إدارة النفايات وحجم إدارة المشاكل. سوف أجيب على بضعة أسئلة. إذن لأستكمل مما كان يقوله محمد حول دول الخليج. الآن أبو ظبي في الإمارات سوف تبدأ بمنع استخدام البلاستيك لمرة واحدة. على هذا الأساس إنه أمر مثير للاهتمام، وذلك لأن دول الخليج هي فعلا من المستهلكين الأساسيين للبلاستيك من خلال ما يشترونه من سلع مغلفة مرارا وتكرارا، وهذا سيكون أمرا مثيرا للاهتمام لنرى إن كان هذا الأمر سينجح لديهم. ونحن طبعا نقول إن كل دولة لها خصوصياتها، ولكننا جميعا ننتمي إلى الثقافة نفسها. إذن سيكون أمرا مثيرا للاهتمام من حيث المراقبة، وما كان نديم يقوله وهو تسييس هذه القضية هو أمر مهم للغاية، وخصوصا ما في لبنان وهو ما رأيناه ولمسناه، لأن الناس عندما يعرفون قيمة هذه النفايات وعندما يعرفون ما يحصل للنفايات فإنهم يصبحون أكثر وعياً بالنسبة لكيفية التخلص منه. ولكن في لبنان كما قلنا لدينا مشاكل كبيرة، وثمة العديد من الأطراف التي تحاول أن تعمل على هذا الموضوع حتى إنها تغطي على بعضها من حيث النفوذ. وهذا هو ما نواجهه عندما نبيع السلع أو عندما نبيع المخلفات التي يمكن إعادة تدويرها، وسوف أتحدث عن ذلك لاحقا. الناس أكثر وعيا لهذه الأمور ويقولون لي عادة إذا لم تكن تريد أن تبتاع مني هذه البلاستيكيات فإنني سوف أعطيها لأحد جامعي البلاستيك. إذن هذه المشكلة انتقلت إلى وأصبحت مشكلة اجتماعية في لبنان، وأصبح هؤلاء الجامع البلاستيك من الفاعلين الأساسيين في هذه المعادلة لأنهم يبيعون ويشترون. دورة أخيرة لكم جميعا لكي تختموا هذه الجلسة حول الممارسات الفضلة وحول ما رأيتموه حولكم.
والتجارب هذوما ولا المبادرات هذوما انهم اللي يمكن تكرارهم ولا نقلهم الى دول اخرى، يعني شيرينج اكسبيرينس، تبادل الخبرات، تبادل التجارب فيما يخص الممارسات الفضلة في مجال تصرف النفايات. نبدا بك نادين. So best practices. Honestly, I'm just as new. بالنسبة للممارسات الفضلة هذه فكرة جديدة علي، ولكنني أعتقد أننا عندما نتحدث عن إدارة النفايات فإن الجميع في العالم وفي هذه الغرفة ينتج الكثير من النفايات، وهذه نقطة بداية جيدة. وأود أن أقول إن كل شيء سياسي، وكل شيء سياسي هو أمر شخصي، وهذا هو ما أريد أن نتذكره. أعتقد أن أفضل الممارسات ستكون في التعامل مع جميع الناس من كل طبقات المجتمع. في ذهب نحن نعمل مع أصحاب الفنادق وهم من أثرى الناس، ونعمل أيضا مع البدو، ونعمل مع كل الطبقات من أجل أن نحقق هذه السياسة. وعلى هذا الأساس فإن الممارسات الفضلة بالنسبة لنا ستكون في التنظيم وفي العمل مع هؤلاء الأشخاص جميعا بغض النظر عن طبقاتهم الاجتماعية. وأيضا أنا أنصح بأن نتواصل مع الزبالين لأنهم منظمون و يصعب التعامل معهم قليلا، ولكن ثم من يحاول أن ينظمهم في نقابة معينة، ونحن نحاول أن نجلبهم إلى مناطق غير مثيرة، غير جذابة، غير مثيرة للخلاف، ولكنها مفيدة. في لبنان عندما تحدثنا عن هذا الموضوع الجميع تقدم عارضا خدماته، ومجددا كما قلت كلنا ننتج المخلفات والنفايات وكلنا علينا واجب الحل. بالنسبة للممارسات الفضلة، فإذا كان بإمكانك أن تخبرينا عن ذلك. إذن قلت بعض الأمور سابقا ولكنني سأقول المزيد الآن. في نديرة نحن قمنا بإطلاق منتوجاتنا منذ 5 أشهر في طريق الجديد، في محل أو متجر، وطريق الجديد هي مكان مكتظ نوعا ما. يمكنكم أن تتواصلوا معنا من خلال الهاتف، من خلال التطبيق، ومن خلال ذلك يمكنكم أن تتعلموا عن المخلفات التي يمكن تدويرها وغيرها من المخلفات التي لا يمكن تدويرها. لدينا رمز QR خاص بكل شخص، وتأتون إلى محلنا أو متجرنا، وبناء على ذلك تأتون إذن مع مخلفاتكم ونحن نزينها، وعندما نعرف ما هو وزنها نعطيكم نقاط معينة، وهذه النقاط يمكنكم أن تستخدموها إما أنتم في متاجر معينة لكي تشتروا المؤونة، أو يمكنكم أن تتبرعوا بها لأشخاص آخرين. لدينا أشخاص مختلفين، وإن سواء كنتم تنتمون إلى المجال النظامي أو غير النظامي، الرسمي أو غير الرسمي، فإن لدينا طرق للتعامل مع كل حالة من الحالات. ونحن لدينا أيضا قاعدة بيانات لكي نجمع المعلومات حول المخلفات التي يمكن تدويرها وكيف يتم إنتاجها، واسمها يلا. هنا تجدون يلا ريتيرن. إذن هنا تجدون أرقام الهاتف، تجدون الأرقام التي أنتجناها. نحن لدينا 3 متاجر داخل بيروت ومتجران خارج بيروت،
وأحدهما في بعلبك، وفي أول شهر جمعنا أكثر من 7 أطنان من المواد التي يمكن إعادة تدويرها. هنا أعود وأشدد على أهمية تغيير السلوك، لأننا وجدنا ولاحظنا هذا الأمر منذ أول يوم فتحنا فيه المتجر. أذكر أن امرأة كبيرة في السن جاءت هي وابنتها إلى المتجر وقالت لي: أنا لا يهمني هذا الموضوع، أعطيكم البلاستيك وتعطونني نقاط. أما ابنتها فقالت: كلا، هذا أمر جيد للبيئة، يجب أن نقوم بذلك. والآن هذه السيدة هي المستخدم الأساس عندنا، وقد جمعت أكبر عدد من النقاط، وهي من الأشخاص الذين يعيدون أو الذين يستخدمون هذه النقاط في شراء المؤن. وقد أيضا اتصلت بي إحدى الفتيات من المدرسة وقالت لي: سوف أجمع البلاستيك من أصدقائي وصديقاتي في الصف وسوف أعطيها لكم. إذن هذه المبادرة بدأت في مكان واحد في بيروت. هذه هي المتاجر المختلفة في بيروت أو المنافذ المختلفة لنا في بيروت. نحن في مرم خيل لدينا متجر صغير جداً، وبخلال بغضون شهرين أصبح هذا المكان صغيرا جدا علينا، واضطررنا إلى استئجار مكان آخر أكبر في مارم خيل لنتمكن من أن نتعامل مع أشخاص أكثر، لأن الناس يفهمون أن القناني البلاستيكية وأن علب اللبن البلاستيكية ليست مجرد علب بلاستيكية، وأن لها قيمة كبيرة، وأن بإمكاننا أن نعيد استخدامها ونعيد تدويرها بشكل مختلف. ونحن بالمقابل نستفيد ونفيد الناس، إما عبر إفادة من هم بحاجة أو عبر الأعمال الأخرى. شكرا جزيلا. ما أود أن أقوم به هو أن أعطي أو أن أعطيكم فكرة عن ممارسات الفضلة بناء على الخبرة الخاصة بي، وسوف أتحدث عن عدة مستويات. إذا ما نظرنا إلى مصر، نحن في مصر لدينا الكثير من القرى في الجنوب، ومعظمها تعتمد نظاما ونموذجا متشابها، حيث يقوم جميع القمامة بجمع القمامة والنفايات من كل بيت ببيته، وبعد ذلك تتراكم هذه القمامة في مكان ما، ويقوم النظام القطاع النظامي بجمعه ورميه في المكبات. هذا أمر طبعاً يساهم في إبقاء هذه المناطق أكثر تنظيماً من غيرها، ولكن ما اكتشفته هو أن المجتمعات إذا ما أعطيت بعض الوقت فإنها تتعلم كيفية الحفاظ على نظافة مجتمعاتها ومدنها. والمجتمعات مثلاً التي تتمتع بوفرة بالماء فإنها مثلا زرعت الكثير من الأشجار والنباتات حول أحواض النهر لكي تمنع رمي القمامة في الأنهار. أما في الأماكن الأخرى فمثلا في المنيا تم وضع شباك وأسيجة لمنع رمي النفايات في المياه وللمحافظة على نظافة المياه. في الواقع لقد تعلمت الكثير من الهند، والهند أشركت مجتمعاتها في الحلول في كثير من المناطق وخصوصا في الجنوب الشرقي، ربما قرب شناي قد أكون مخطئا،
ماذا يفعلون في هذه القرى؟ يذهبون إلى المجتمعات والقرى ويتحدثون معها ويحاولون أن يحضوا هذه القرى على التصرف بناء على ما يعرفونه وبناء على معلوماتهم. علينا نحن أن نعترف بأننا لا نملك الأموال الكافية لكي نحل هذه المشكلة وحدنا، لذلك علينا أن نعتمد أيضاً على هذه المجتمعات. لقد حاولت أن أعمل في الجيزة سابقاً حول رفع الوعي حول المخلفات، فأجابني الرجل: أنا لا أستطيع أن آكل حتى، وليس لدي إمكانيات مادية لكي آكل، وأنت هنا تأتي لكي تحدثني عن معالجة النفايات والمخلفات. عندها بدأت أفهم بأن شعار النفايات مضرة بالصحة لا تنفع في هذا المكان، لأن هذا الأمر لا يهم هؤلاء السكان. ربما في أماكن أخرى قد تكون الممارسات متعلقة بشيء درسته ولكنه لم يطبق، ويمكن تطبيقه في الدول غير الخليجية، وهو اعتماد إطار للتنازلات، لأننا لا يمكن أن نقوم بإيجاد حل سريع. هذا الأمر لا يحصل بالنسبة لمعالجة النفايات، وخصوصا بالنسبة للقطاع غير النظامي. أنا كحكومة علي أن أعترف بأنني محدود القدرة، وأنا كقطاع غير نظامي علي أن أتخلى عن بعض حرياتي وعن ضربي بالقوانين بعرض الحائط، لأن القطاع غير النظامي عادة ما يقوم بما يريده من دون أي مساءلة. وعلى هذا الأساس يجب أن نجد التوازن الحقيقي لتنفيذ هذا الموضوع بشكل حذر تنفيذه مع الكثير طبعا من الاستشارات والدراسة. وهنا لابد أن نذكر بأننا إذا كنا نتحدث عن النظام عن القطاع النظامي، فإن القطاع النظامي لا يحتاج إلى محفزات، لأن محفزه الأساسي هو ظننت أن أحدهم يتحدث. كنت أود أن أقول شيئا. في شرق آسيا كثير من دول شرق آسيا لم تكن معروفة بنظافتها، ولكن بسبب الأحداث السياسية وبسبب الأسباب السياسية وبسبب فرض قوانين متعلقة بجمع القمامة وإدارة النفايات، أصبحت هذه الدول من أنظف الدول المعروفة حول العالم. لابد من أن نقوم بفرض المساءلة ومن أن يكون هناك نية في تحقيق هذه الأمور. والكثير من هذه المبادرات لم تنجح إلا المبادرات التي حصلت في إطار التنازلات، لأنها تعترف بعجز الحكومة وبضرورة تعاونها مع القطاع غير النظامي. أود أن أقول شيئاً مهماً. لقد تعبت من انتظار الحكومة لكي تحل هذه المشاكل، لذلك علينا أن نجد أشخاصاً في كل مجتمع يشعرون الشعور نفسه وهم مستعدون للمبادرة ولخطوة الخطوة الأولى، وعادة ما يكونون من النساء الكبيرات في السن. وأنا بما أنني كنت أعمل على هذا الأمر وقد قضيت شيبي وشبابي في هذا الموضوع، فقد وجدت أن النساء الكبيرات في السن هنا الأكثر تعاوناً، وأن انتظار الحكومة لكي تحل هذه المشكلة ليست المسألة الفضلة. وأننا الآن نصر على إيجاد حل. شكرا جزيلا لهذه الملاحظة الأخيرة. نشكر الجميع في القاعة.
إن شاء الله كان هذا ثري يعني للتفكير و food for thought for next studies, events, discussions. نذكر الانتربرترز الموجودين معنا لوقت متأخر. وأخيراً كل فريق آريا اللي شارك في هذا اليومين. وإلى اللقاء. العشاء الغداء مع بعضنا آخر إن شاء الله آخر سهرة مع بعضنا بزي الغدوة لكل المجموعة لعمل الفرق. مش نعطي لسيرين ممكن كنت يعني كلمتين على برنامج بكرة. نشكر كمان المشاهدين اللي معنا على عبر زوم وعلى فيسبوك لايف كل هالفترة وعم بيكونوا وعم يسألوا هالأسئلة متبادلة.